اهلا بيكم مشاهدينا، وحشتونا جدا جدا، ودي اول حلقه بعد اجازه طويله، اجازه رمضان والعيد ورا بعض كده، كتير علينا وحشتونا جدا، كانها سنه يعني. كل سنه وانتم طيبين، وحشتونا قوي قوي. بنتكلم النهارده في موضوعات كتير، بس خلوني امسي على زمايلي. ايمان عز الدين، ازيك يا ايمان؟ ازيك يا منى، كل سنه وانت طيبه، ويا رب انت ومها. ازيك يا مها، وحشني قد الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا مها. وانت طيبه يا منمن وايمان، وحشني جدا جدا، حاسه اني بقالي زمن ما شفتكوش. ده حقيقي. وجاي خاصه بقى جميله يا ايمان، خدتي بالك؟ انا اول ما شفتها خدت بالي. هتقولي لنا عملتيها ازاي دي؟ هتقولي لنا وتقولي كمان للناس. بس بقول لنا طبعا كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد ورمضان كريم علينا كلنا، ان شاء الله اللي جاي جميل، وكنا بنستعد عشان نقدم لكم دايما كل ما هو جديد وكل ما هو يعجبكم وينال رضاكم. يومكم هادي ونادي يا رب. ده حقيقي، وبالنسبه كنا بنستعد يعني فريق اعداد الستات ما فيهوش يكذبوا، استاذ محمد سامي طبعا رئيس تحرير، كلهم كانوا شغالين طول الوقت عشان يبقى رجع كده قويه بعد رمضان، ونناقش اعمال رمضان، فكانوا ما بيستريحوش تقريبا. لا يعني. عندنا كمان مواضيع كتيرة جدا ومميزة، وهنتكلم في كل حاجة بقى فاتتنا أو بعدنا عنكم فيها الشهر ده، ويا رب إن شاء الله الحلقة تكون مميزة وتعجبكم ان شاء الله. ومها عشان خاسه بعتلنا جايبالنا بعتلنا جاتوه في الاوضه عشان هي خاسه. عملتي ايه زي ما ايمان قالت لك بقى؟ والله قفلت بقي، والله بجد قفلت مع الصيام كمان، قفلت بقي تماما مع الصيام، فنزلت. لا برافو عليكي يا مها. لا قفلت لا قفلت يا منى. طبعا تغيير حلو وبيغير كمان النفسيه اكيد، انه بس يعني بصي انت في كل احوالك حلوه يعني، جميل ان الواحد يكون حابب نفسه، حابب قلبي، بس جميل ان الواحد دايما طول الوقت ان هو لا لو في حته زياده، لو في 2 كيلو زياده، حلو ان احنا نشتغل عليهم وبالراحه بهدوء من غير توتر ومن غير ما احنا نتضايق من نفسنا يعني. لازم نتقبل نفسنا ونشتغل للاحسن. هو الصيام كمان يا ايمان بيعمل ديتوكسين، بينزل كل السموم اللي في الجسم، عشان ده من حكمه ربنا يعني طبعا. يا ريت نكمل اثنين وخميس لو قدرنا 13 14 15 في الشهر، كل ده بينزل السموم اللي في الجسم زي ما بيقولوا الدكاتره طبعا. يعني العلم في الاخر يا منمن، اخر حاجة قالوا لك انه نظام الصيام المتقطع سواء كان 14 او 16 او 20 ساعة كمان بالزبط، هو افضل نظام النهاردة للدايت في العالم. وصلوا لانه الصيام هو الافضل في العالم عشان نحافظ بيه على صحتنا ووزننا. شوفي سبحان الله ربنا سبحان من امتى احنا اللي عندنا الصيام ده، سبحان الله. بصي قعدوا سنين من البحوث والابحاث، ويقول لك اتكنز دايت، ويقول لك مش عارفه كيتو، ويقول لك ايه، وفعلا اكتر حاجه ناجحه وصحيه مع الناس، وبتبقى مدياهم باور كمان او طاقه، الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع. هم احنا فريق الاعداد بتاعنا بقى قعدوا طول شهر رمضان مبسوط طبعا بقياده الجميل استاذ محمد سامي، بداوا ان هم يتابعوا المسلسلات زينا احنا كمان ما تابعناها. المسلسلات الحقيقه كان فيها كميه قضايا كتيره جدا، فاحنا هنشتغل على قضيه قضيه من خلال صالونات هنا عندنا في برنامج الستات ما عرفوش يكذبوا، لان فعلا قضايا مهمه وبتمس يمكن الاسره المصريه بشكل مباشر. حقيقي طبعا الموسم الرمضاني كان السنه دي متنوع جدا جدا ومناسب لكل الناس اختلافاتهم، وبيناقش كل القضايا المختلفة الاجتماعية ايه اللي بتهم الناس، من جميلة مسلسل جميلة الجميل طبعا، وعلاقة مشروعة، وألف حمد لله على السلامة مسلسل يسرى الجميلة، والمسلسل الديني زي ما كنا شايفين مع بعض رسالة الإمام الشافعي، الحقيقة كان محقق نجاح كبير جدا، ودور خالد النبوي كان الناس كلها بتتكلم عنه وتميزه، إن هو ما كانش حد ينفع للدور ده غير طبعا خالد النبوي الحقيقة طبعا. الأطفال بقى مها، شفتي كمان مسلسلات أطفال؟ شفت حقيقة، شفت دراما الكرتون كانت رائعة، يحيى وكنوز طبعا. بصي يا منى، انا بالنسبه للمسلسل الامام رساله الامام طبعا الجميل خالد النبوي عمل دور حقيقي مهم ومتميز، بس يعني الناس كانت بتقول مسلسل ديني، لا انا شايفه ان هو مسلسل ديني تاريخي طبعاً، انساني طبعاً، اخلاقي. المسلسل ده مهم جدا في اعاده تشكيل وعي الاجيال اللي جايه كمان، وترسيخ يعني قيم الانسانيه والنبل، فده احنا كنا محتاجينه، مش بس مجرد ان احنا عاملين مسلسل، الموضوع اكبر من كونه مسلسل ديني. وهو تمكن بشكل غير عادي كعادته طبعا فنان كبير خالد النبوي، ان
يحسسك بالشخصية بتفاصيلها، كلامها، علاقته بوالدته، علاقته بالناس اللي حواليه، اللغة كمان كانت اللغة العربية يعني كانت طبعًا مش معقولة بصراحة. ومزجها مع العامية لأنه لما نزل مصر كانوا بيتكلموا بلغتهم العامية العادية المعاصرة طبعًا. فكان مزيج جميل الحقيقة احنا مش متعودين عليه، بس عايز يتشاف مرة واثنين وثلاثة. أنا كنت بنبهر الحقيقة يا منى بالتتر. في التتر بيقول لك المراجع والكتب والابحاث اللي اقتبسوا منها المسلسل، واللي اخذوا منها كميه المراجع والكتب اللي درست عشان يطلع العمل الفني ده بكل هذا الكم الرائع من القيم والادوات الكتيره قوي. صحيح. كميه كبيره جدا، ده دراسه استمرت يمكن سنين. والدراسه والاستعداد كمان من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الحقيقه اللي هي قعدت تحضر لرمضان وموسم رمضان عشان تقدم موسم ناجح وممتاز جدا السنه دي. واحنا يعني ان شاء الله بنودعكم في الحلقه وبنقول لكم كده هنناقش برضو طول الوقت وهنسلط الضوء على كل المسلسلات خلال الفقرات اللي جايه ان شاء الله تحت الوصايه ومنى زكي وفريق العمل الرائع احمد خالد صالح ونهى عابدين اللي هتنورنا النهارده، نجمتنا النهارده دياب، رشدي الشامي، مها نصر، يعني محمد شاكر خضير عامل توليفه جميله ورجعت بيها منى زكي قويه جدا. منى زكي الصراحه ما حصلتش، يعني منى زكي في أروع أدوارها وفي حالة من النضج غير عادية، وأنا كل يوم كنت بعيط يعني قد إيه هي متمكنة من الدور ومن الشخصية، طريقة كلامها. وبعدين شفنا عالم تاني خالص، عالم الناس والصيادين والمراكب ولغتهم والمعاناة اللي بيعانوها. يمكن ده أول عمل يناقش الحتة دي أو الناس بتوع البحر والتعب والجهد والمشاكل، وحتى ليهم لغة مسكتها للهجة بتاعتها. خالد كمال كان رائع كمان، نسيت أقول إن إحنا قلنا بعض النجوم كمان أحمد سقا، محمد فراج، وحرب اللي فاجئنا في النص الثاني من رمضان كنا منتظرين، وأحمد نادر جلال يعني تألق وتفوق يعني. والسقا طبعا مش هتكلم بقى عشان مها قاعدة، بس يعني كالعادة بيفاجئنا وبنستناه وبنستمتع بيه جدا جدا. استمتعتي كمان بايه يا ايمان؟ انا انبهرت قوي باداء منى زكي في تحت الوصايه. اولا انت بتتكلمي على مستوى الموضوع نفسه والمجلس الحزبي وقوانين الوصايه، اللي احنا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جايه منى عندنا حالات حقيقيه شحم ولحم موجودين هنا معانا في الاستوديو تضرروا بشكل مباشر من القصه دي، ازاي ان احنا نقدر نعالج ده في المجتمع، ازاي ان احنا نبتدي نتواصل مع البرلمان، نتواصل مع الوزراء، نتواصل مع كل من يهمه الامر علشان نقدر ان احنا نعدي بالولاد دول لبر الامان. المسلسل حقيقي مهم. منى زكي كانت بتمثل بعينيها، كانت تملك أدواتها 100%، راحت خدت المسلسل كده في حتة تانية. مش معقولة. مش تمثيل، مش لازم عشان أعبر عن المشهد إن أنا أنفعل وزعق وده، بأقل الإمكانيات وأبسطها كانت البساطة والتلقائية كانت قوية جدا جدا. هي بصراحة لا هي بصراحة بهرت الناس كلها حقيقي. وهي في تطور مستمر. ابنها عمر الشريف مش معقول، أنا الولد ده مش معقول، إيه ده؟ يعني التمثيل مولد نجم فعلا. وطبعا الفنان القدير رشدي الشامي كان عامل دور برضو من وراء الخيال. حرب كمان من المسلسلات طبعا اللي انا شفتها، احمد نادر جلال مخرج، ايقاعه سريع، الموضوع كان محبوك جدا، الكومبو بتاع فراج واحمد سقا كان رائع يعني جدا. احمد سقا كان مختلف جدا يعني، يتكلم بقى بروفيشنال، كان مختلف جدا وجازف ان هو ياخد دور الارهابي ده حقيقي. ورى قد ايه بس ده دور جديد عليا معها ما عملوش قبل كده، دايما الناس بتتعود على احمد سقا بيطلع ظابط الظابط طبعا خلف التوقعات المره. كنت شايفاه ازاي وهو كده؟ ازاي عمل الفرق ده الكبير؟ كنت شايفاه في حاله من النضج كبيره جدا الصراحه. كنت شايفه ان هو دايما بيبقى قلقان بس في نفس الوقت بيحب ياخد ريسك. ودايما يقول لك اللي ما بياخدش ريسك ده عمره ما بينجح، بيفضل مكانه. فهو اخذ الريسك ده وشفته انه عمله بشكل مختلف من ناحيه ان هو كان
هادي رزين، ما هواش بقى مثلا بيقعد بيزعق ومش عارف ايه، كان يعني في ثقل كده او في تمكن من التمثيل. فراج كان رائع. احمد نادر جلال طبعا انا شهادتي صراحه ومجروحه فيه، انا بحبه جدا. اكيد تابعتي احمد السقا وهو بيحضر للشخصيه عشان بيجمع مفاتيح الشخصيه، لان هي شخصيه حقيقيه فعلا. ذاكر لها ازاي، استعد لها ازاي، فعلا حقيقيه الموضوع كله حقيقي من اوله لاخره. يعني والله استعد مذاكره كتيره جدا، لان المسلسل اتعمل في اخر لحظه، يعني اتعمل، يعني اتقالوا عليه في قبل رمضان على طول. يعني هم اشتغلوا طبعا رمضان كله، وكان في تحضير جامد جدا. هو دايما بيقفل على نفسه يعني تماما، واستعد جامد قوي للشخصيه، كان قلقان قوي منها. كان السهل الممتنع الحقيقه. حقيقه طبعا كل ده تحضيرات واوامر سياده الرئيس طبعا، ان هو يعمل اعمال تبين قد ايه الارهاب كان في سيناء، وطول الوقت في حرب للارهاب، وبطولات الجيش والشرطه، الكتيبه 101 عمرو يوسف. ممكن اقول حاجه، انا اسفه ان انا رغاية، هقول لك حاجه بس طبعًا. واحده، اني كمان ورى قد ايه ده، من خلال مثلا بالنسبه لي لما شفت حرب، ورى قد ايه الناس دي ما عندهمش حاجه، فاهمه؟ ناس ما تضحك عليها، ما فيش مثلا رساله، هم عايزين، ما فيش حاجه خالص، ما فيش فكر، هم ناس تعبانه او حد ما اعرفش، لكن ما تلاقيش مثلا عنده رساله، عنده قضيه، لا ما عندوش. عشان كده الاهتمام بالقوة الناعمة طول الوقت، عشان نملى دماغ ولادنا بالخير والحق والانتماء للوطن، كل ما تمليهم بده وحب الوطن والانتماء للوطن، عمر ما اي حاجة تدخل دماغهم غير كده. هم خلاص اتربوا على الولاء للوطن، مش اي حاجة تانية خالص. بصي يا منى، انا بشوف انه الذهن او العقل هو عبارة عن فراغ ربنا خلقه عشان يتملي مع السنين بالزبط. بتجارب، بمشاهدات، بدراسات، بأفكار، بعلم، فهو هيتملي، فيا إما هنملاه صح، يا إما هيتملي بكناسة الشارع بقى. يعني أي أفكار مهما جت مسمومة، مغلوطة، مش حقيقية، هيتملي. فعشان كده احنا حريصين على دماغ ولادنا من صغرهم. اعتقد ان القوة الناعمة والدراما المصرية بتشارك في ده على فكرة من زمان. احنا استعدنا قوتنا الناعمة، كان في فترة من الفترات كانت بعافية شوية، بس النهاردة الحقيقة الشركة المتحدة عاملة مجهود كبير جدا. اولا بتطلع علينا جيل صف تاني وتالت ورابع كمان من الدم الجديد، من الشباب الحقيقي موهوبين واللي متوظفين صح، وموهبتهم واضحة، يمكن من أول أدوار ليهم بين الموهبة وبين التلقائية في أدائهم، ومذاكرين كويس كمان. أنه تنوع الموضوعات، يعني مفيش مسلسل متعاد، مفيش فكرة متعادة، المسلسلات كلها شغالة مع بعضها. صحيح. في إطار، أنا بشوف يا جماعة الدراما دلوقتي ده أمر قومي. الشركة المتحدة عاملة بصراحة يعني مجهود يعني غير عادي، فقد ايه تنوع المسلسلات زي ما احنا قلنا، وزي ما منى قالت، التاريخي، الديني، المعاصر، قضايا الارهاب، الكوميديا، مفيش تكرار. جات سليمه لدنيا سمير غانم، كان يعني انا تابعته كله الحقيقه، جميل، كان رائع ومبهر، وهي قد ايه موهوبه دنيا سمير غانم، مفيش بصراحه زيها. يعني جميل. يعني استعراضات رائعه، الديكور في المسلسل كان رائع، الكوميديا كانت من اروع ما تتخيلي، هي وخالد الصاوي والسفاره يعني ومحمد سلام في المسلسل كانوا فظاع. السفاره بالنسبه لدنيا فريق العمل طبعا، يعني احنا كان والديكور. عندنا الديكور كان كبير من مبهر، الكوميديا مبهر. والمتعه طبعًا. حقيقه كانت جميله، غير الاطفال، غير، خلينا بقى نتكلم الكبير طبعا، طول كل سنه بيتالق على نفسه، بينافس نفسه الحقيقه. والسفاره طبعا يعني احمد امين كان رائع جدا، مفاجأة. لا مفاجاه يعني انت بتقعدي مركزه معاه، مش كوميديا تضحكي بس، انت مركزه الدماغ دي كتبت أمين الحاجات دي ازاي. ما بدا هو كده صاحب مدرسه خاصه في التمثيل، حتى ان هو صحيح. هو في اجيال كتير من الشباب الصغيرين طالعين من تحت ايد احمد امين طبعا، وانا بنقل له تحياتنا لانه بيشتغل على نفسه طول صحيح. الوقت كمان الكومبو الجميل الكوميدي بتاع يسرى والف حمد لله على السلامه وبيومي فؤاد وشيماء، يعني المجموعه نفسها جميلة. يعني ما بقاش فيه اللي هو فكره العمل اللي هو النجم الواحد. أيوة. وده جميل جدا لان كل واحد بيظهر افضل ما عنده في تناغم شديد، في شغل تيم ورك حقيقي بيطلع ابداع حقيقي على كل المستويات. بقى الكومبو
قنبله بقى يعني محمد سامي مع محمد رمضان توليفه كده. أيوة. يعني لازم بيفرقعوا مع بعض الملح والفلفل يعني. كان جميل. وانا بالنسبه لي يعني انا يعني ما اعرفش اقدر اقول رايي ولا لا، بس انا احمد فهيم نجم السنه دي. احمد فهيم تقعدي تتفرجي وتستمتعي، هو ايه ده الراجل ده في السكوت وهو بيلف بظهره وهو بيتكلم وهو واقف من بعيد، لا عامل شغل وحاله. كلهم طبعا يعني كل البنات والستات اللي في المسلسل طبعاً. وهلا صدقي الجميله بحب ابارك لها طبعا على الهوا النهارده، صفصف الملكه كلهم، ايمان العاصي، مي كساب، منى فضالي، وزينه بقى، وزينه كمان يعني في حته ثانيه كده جميله منوره. كلهم مبروك بصراحة. مبروك بجد، عمل رائع. احمد داش كلهم، واللي هتنورنا النهارده لبنى ونس كمان، خلوا بالكم على دور رهيب اللي ربت سيف، والست الجميله والام المصريه الجميله. ومعانا بكره كمان مجموعه من جعفر العمده، بكره ان شاء الله معانا مجموعه من الفنانين من المسلسل برضه هنتكلم معاهم عن كواليس المسلسل، وهم نفسهم في عيونهم هم لما شافوا المسلسل شافوه ازاي، رؤيتهم برضو اكيد مختلفه. جعفر العمده فعلا عمل حاله يعني كنت بشوف مثلا عندي ابني مثلا واصحابه في البيت، عارفه اللي هو اللي في ماتش في يلا في صفير وتسقيف، هي مش هو عارفه على طول في حاله، وعمل حاله كده انه لم الناس. وده الحقيقه طبعا محمد سامي عنده الملكه دي بشكل رهيب، ان هو عارف المشاهد عايز ايه. لا يا ماما عنده ادوات النجاح. بصي بقى التفاصيل اللي هو مش ناسيها. محمد رمضان شفتي لما بيقلب الشاي بظهر المعلقه، قال لك عشان هو مش فاضي، هو راجل مشغول طول الوقت، لو قعد يقلب بسرعه بالمعلقه عشان ما يحطش المعلقه في السكر تاني، لا يشرب وراه ما يحطش معلقه. محمد رمضان فتفصيله برضه يعني مش سايب حاجه. محمد رمضان تمكن السنه دي بشكل غير عادي برضه، الشخصيه ماسكها من اولها لاخرها، دمه خفيف، عنده يعني في كده حتت لقطات انا حاسه ان كان في ورا الكواليس هو بيضحك من كتر ما هو شايف اداء متميز. في نفس الوقت عيطني عياط، ليه مشهد كان يعني هو بينه وبين احمد فهيم، يعني مشاهد كتير لما كان بينكسر ولا بيعيط كان انا بتلكك بقوم عارفه صح على طول دموع. لا الحقيقه عمل متكامل يعني. واللي في حته تانية بقى الجميله نيلي كريم، يعني عملة نادرة، هي عملة نادرة، وانت عملة نادرة يا نيلي، كنت جميلة، والعدل كروب الحقيقة، وماندو العدل، كلهم أستاذ مدحت العدل، كلهم عملوا توليفة جميلة جديدة وجميلة على نيلي الحقيقة طبعا. يعني جمال سليمان النجم الكبير كان ليه دور وحضور طاغي في حته تانية، كل واحد بيلعب عارفه منافسه، مفيش تكرار. مفيش تكرار، برافو عليكي. وده اختيار برضو الشركه الحقيقه المتحده. طبعا الشركه المتحده بتقدم كل الوان الطيف الدرامي صحيح فعلا من خلال شاشه رمضان على كل شاشات المتحده. احنا بجد فخورين وسعداء بده، واستمتعنا كلنا حقيقي كل المسلسلات طبعا. يعني هنخرج فاصل نكمل بقى نقول بقى ايه عندنا. طبعا مفيش كلام يعني شغل المصريين من دول اللي فاتوا، تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي، وان كل الناس بتغير الساعة والناس اتلخبطت ازاي نغير الساعة، وناس تانية بدأت تسأل ايه الفايدة من تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي. الحقيقة مركز معلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء أكد ان الهدف من التوقيت الصيفي هو توفير استهلاك الطاقة وزيادة عوائد قطاعات بعينها، وخاصة الترفيه هي اللي بتسهر وتولع نور كتير. وكمان تطبيق التوقيت الصيفي بيوفر 10% من اجمالي استهلاكات الطاقه والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الطاقه والمواد البتروليه. وزاره الكهرباء قالت كمان ان العمل بالتوقيت الصيفي هيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار يا ايمان، استنادا لدراسه كانت مقدماها. بصي الرقم حلو اللي احنا هنوفره من خلال فكره الساعه دي الفرق، بس خلينا نقول احنا بقى كمواطنين على المستوى الفردي احنا علينا دور برضو. احنا هنا بنتكلم على مستوى الهيئات والمؤسسات صحيح. والمصانع والاماكن اللي هي بتسحب ممكن تستهلك كهرباء كتير، لكن احنا جوه البيوت لازم احنا نعدل سلوكنا على فكره طبعا. دي مش حاجه احنا بنيجي بيها على الناس او حاجه في العالم كله، الناس بتتجه صحيح. اولا لتقليل استخدام الطاقه، للطاقه المستدامه، للطاقه النظيفه، فاحنا لازم اذا ما مشيناش مع التيار ده احنا هنعطل في فتره من الفترات، اولا عشان نحافظ على الطاقه، عشان نحافظ على نفسنا، عشان نوفر فلوس طبعا مش عيب. فاللي سايب تكييف على الفاضي يطفيه، واللي سايب النور وراه يطفيه، واللي مشغل جهاز من غير لازمه يطفيه، كل ده تخيلوا لما كل واحد بيسيب السخانات وبيسيب حاجات في الولعه. استهلاك المصريين
النمط الصراحة لازم يتغير، لازم الشعب يبقى عنده من الوعي ان احنا مش بنغير او مش بتتغير الساعة وخلاص، لا انت بتوفر على لنفسك كمان، مش بس للدولة، ده ليك انت كويس، وده هيعود عليك وعلى بيتك، بتوفر عن فاتورتك والكهرباء بتاعتك. كل دي حاجات لازم نبقى احنا واعيين لده، احنا مش بنغير الساعة كده عشان بقى الصيف داخل لا، في طبعا هدف من الموضوع ده، في حاجة لازم ننتبه ليها، لازم نوعي بعض، الاستهلاك الكهرباء فعلا. فدي حاجة مهمة. بس في حاجة بقى تانية عايزة اتكلم عليها قبل ما ندخل في المواضيع. لسه عندنا حاجات هنتكلم فيها. شاف محمود لا لا، ده احنا لسه جايين له ده النهار. شاف محمود في رمضان امتعنا، وكان يعني في اروع اوقاته في المطبخ بصراحه. مازال الشيف محمود عالمي عالمي عالمي، مشرفنا جوه مصر رهيبة. وفي الدول العربيه الشقيقه، وانا شاهده يعني الناس بتوقف. السلام امانه للشيف محمود سعد، الناس حقيقي حباه، وانا بشكره طبعا شيف محمود سعد مايسترو المطبخ. طبعا بقول عليه مايسترو، عارفه ليه؟ لان دايما هو بيتكلم وهو بيشرح تبص تلاقيه تحس ان هو بيعزف مقطوعه موسيقيه، وفي ساعه الا ربع تقريبا يعني، غير اعلانات يعني ان انت تعملي كواليتي حلو قوي. وحاجات رخيصه وفي متناول الناس، وكمان لطيفه ومتقدمه حلو وصحيه وفي وقت قصير. كل ده مصري، ان هو الأكل عمل المصري، الاكل البسيط المصري بالتاتش بتاعه، بشخصيه الشيف محمود، وزي ما ايمان قالت مايسترو فعلا، هو بيعمل حاجه بشغف وبحب، فتوصل لك على طول، تخلي يعني انا كنت مثلا اتفرج ببقى مستمتعه جدا وسريع، وكمان اهتم بكل اكلات يعني زي اكل النوبه والاكل التراث المصري الاصيل. يعني مجموعه حلقات كانت متميزه جدا ومحضر لها حلو. بنحييك يا محمود، كنت متالق والنهارده هنكون معاك في المطبخ طبعا ان شاء الله، وهيعمل لنا على فكره يا بنات، خلينا نقول بالمره ما دام بنتكلم عن محمود، الويلكم ايه، هيعمل دجاج مسالة ورز هندي بالخضار، يعني اكل تقريبا هندي صح. انا بحب الاكل الهندي بخصص. تبص تلاقيهم كده بياكلوا بس عصافير. عندنا ايه كمان بعد الفاصل يا ايمان؟ احنا عندنا الفقره الاولى ان شاء الله هتكون برعايه جمعيه البر والتقوى عن اعمال الخير، وضيفتنا هتكون دكتوره سماحه عزب استاذ تفسير وعلوم القران، وهتكون معانا منى عبد الغني ان شاء الله في الفقره دي. اصل احنا رغينا كتير فمش عارفين هنقول بوستات ولا لا، هنقول لسه ها؟ هنقول أوكي. طيب الفقره الثانيه بعد تألقها في دراما رمضان 2023، لقاء خاص مع الفنانة الشابة نهى عابدين وكواليس تميزها في مسلسل تحت الوصاية إن شاء الله. وبعدين النهاردة كمان الجميلة لبنى ونس هتبقى في ضيافة الستات النهاردة، الستات ما فيش يكذبوا طبعا، أم سيف الأم المصرية اللي ربت يعني ابن مش ابنها، لكن قد إيه كن الأم البديلة ليها دور كبير جدا في يعني في المجتمع، وجعفر العمدة وتألقها فيه إن شاء الله، والأعمال كتيرة. وخلينا نتكلم عن الحالة بقى اللي هي حساها بعد النجاح الجميل ده إن شاء الله. طيب الثانوية العامة تقريبا ما فيش بيت كده في مصر ما فيهوش طالب ثانويه عامه، ما فيش اسره ما عندهاش ثانويه عامه. الفتره اللي جايه ضغط ومذاكره كتير الحقيقه. احنا ان شاء الله هنعمل لكم فقرات تهم كل الطلاب والاهالي اللي عايزين يطمنوا واللي يعرفوا يذاكروا ازاي كويس، ازاي ناهلهم نفسيا للامتحانات. وزير التربيه والتعليم اعلن عدد من الاخبار المهمه جدا لكل طلاب الثانويه العامه، واللي ان شاء الله هتطبق باذن الله خلال الامتحانات. اولها ايه ايمان؟ خلينا نقول بصي، هي فكرة الالتزام بأنه ما تزيدش نسبة الأسئلة المقالية عن 15% من أسئلة الامتحان، اللي هي فيها دش يعني فيها كتابة كتير ووجهة نظر وموضوع هيتكتب، يعني الأسئلة هتكون أبسط من كده، وهنقلل كمان عدد الأسئلة الموضوعية قدر الإمكان. ما كمان كمان الوزير قال أن أسئلة السنة دي هتكون محددة وواضحة ومباشرة ولا تحمل أي تعقيدات. يعني مش كرسياتك والله يعني مش ناقصين تعقيدات. فحلو جدا موضوع أن الأسئلة تبقى مباشرة ومحددة، بدل ما الطلاب ساعات كانت زمان بتدش، عارفة تقعد تكتب كل المنهج، لا انت عارف ان انت داخل الامتحان لازم تبقى
السؤال الإجابة على قد السؤال الواضح المحدد ليك. يعني يكون لنا فقرة إن شاء الله الأسبوع ده بنتكلم برضو عن الثانوية العامة والاستعداد النفسي في البيت، والأمهات اهدوا شوية خلوا العيال ما يتوتروش، يعني إحنا ساعات بنبقى مزودينها شوية. أنا متوترة في الاهتمام بالثانوية والله العامة. أنا بسميها يعني متلازمة الثانوية العامة. أنت عندك؟ مش ثانوية عامة نادية لسه تانية لا يعني year 11 سنة. انت ام موترة ولا ايه مها؟ انا والله مش موترة خالص، انا دايما بقول اهم حاجة بالنسبة لي لأولادي اهم حاجة الصحة النفسية ثم الصحة النفسية ثم الصحة النفسية، وطبعا بقول لهم يذاكروا ان هم يعملوا قد يعني اكتر حاجه يقدروا عليها، لكن عمري بس ما بقول ايه لازم تجيب درجه نفسيه درجه نهائيه ده شويه عشان يبقى اولادهم عندهم صحه نفسيه. يعني عمري ما بضغط اللي هو ايه لازم تجيب الدرجه النهائيه لازم مش عارفه لو نص درجه في امهات تتخانق وتتجنن، لا انا مش كده خالص. بتسيبيهم اللي ذاكر ذاكر والحاجات دي ولا بتتابعي؟ صغير لازم اتابع جامد جدا جدا نادية يعني بقى ها ورانا ايه الطبيعي بس الامتحانات طبعا صعبه وتقيله، فانا يمكن الايام دي متوتره شويه لان المذاكره كتير جدا والوقت عارفه دايما هم بيخلوا للاخر يفضلوا على اخر وقت. انت خلصتي سمه مصريه يعني سمة انا خلاص لا لسه ديانا طبعا، بس انا يمكن بختلف شويه مع يعني مدرسه ثانوية. لا ديانا لسه يعني ثانوي السنه الجايه ان شاء الله بس انا عموما في حياتي عندي حاجتين مع الولاد في موضوع المذاكره. انا عمري ما اقول لطفل كل ولا عمري اقول للطفل ذاكر. لا بس انا والله اللي بياكل على درسه بينفع نفسه واللي ما ذاكرش هيسقط. لا بس هيبقى عبره قدام زمايله. سايبه الحكايه كده والله سايباها مش بتصرخ طول النهار يا ايمان ولا بصرخ في حاجات ثانيه وابو ورده والحاجات دي. لا في حاجات تانية اي حاجه ليها علاقه بالانسانيه والاخلاق والقيم طبعا. ممكن اطوح بشبشب فيها عادي لكن موضوع المذاكره ده الرياضه لا موضوع المذاكره ما تبقيش ام انت نفسك بتضغطي على الولاد. موضوع التوتر والقلق والفوبيا دي عدوى بتتنقل في البيت الواحد، فلو انت متوتره وقلقانه ومتعصبه شيء طبيعي حتى لو الولاد هادين بتنقلي لهم ده حتى لو ده ما بانش عليهم صحيح. دلوقتي فهل الفكره انه هيقعد ساعتها بسبب القلق والتوتر يقرا ويذاكر طب هل ادرك اللي هو ذاكره هل فهمه هل استوعبه؟ ممكن يكون لا على فكره. هنتكلم بقى في الموضوع لكن لو هو ازاي نشجعهم وازاي نهدى وازاي نشجعهم بطريقه لطيفه ما نسيبش الحكايه كده. لا انا كان بقول مربوطه بشكل ذاكر دي خالص مفيش ذاكر في الموضوع يعني خالص انا لان انا امي ما كانتش بتقول ذاكر دي نهائي يعني اللي ما بيذاكرش عندك ما بيتعاقبش اقول لك حاجه لا مفيش عقاب لا لو في استهبال تخيلوا مها بتعاقب الاولاد يعني ام بقى بتزعق بقى مش متخيلها مش متخيلها اطيب من كده لا ما بزعقش خالص بس ابني صغير شقي قوي عارفه ما يعرفش يعني كانوا زي ما بيقول لك ما تعرفيش زي بقى هو اكتر فلازم ايه افكره حبيبي يعني انا ما شفتوش عمره مسك قلم مثلا يعني نفسي اشوف هذا المشهد يا حمزه انت شايفته في المدرسه كده لكن هو بقى يهتم قوي بالخيل والبادل يعني الرياضه دي بشجعه دايما عليها بيحب الحركه بنتي بس انا زي ايمان في قصه يعني ما بقولش ذاكر لاني امي انا هرجع لك الحته دي امي عمرها ما قالت لنا ذاكروا خالص واحنا كنت شاطره جدا ما تربناش على كده يعني بنقعد نذاكر لوحدنا عارفين لا كله ولا ذاكروا فعلا زي ايمان بتقول عارفين ورانا ايه بنعمله لازم بقى يبقى فيه ده انا بحس دلع قوي من الاطفال او الشباب اللي هو بقى كل شويه ماما تقول لك ذاكر يعني اخي في الاخر انت وبتقول 100 مره وما بيذاكرش برضه بتضربه وما ينفعش زي ما ايمان قالت الضرب في الكلام هياكل على درسه وينفع نفسه ده أيوة بالظبط كده طول ما هو الطفل حاسس ان في حد وراه هيلم وراه وهيسنده وهيلحقه ووقت اللزوم هيجيب درس واثنين وثلاثه وهيتصرف هيفضل الطفل مرحرح من صغره لكن لازم يقع وياخد الهدر على وشه مره واثنين وثلاثه فيتعلم شديده شديده جدا بالظبط فلما يبقى عبره في وسط زمايله واصحابه والجيران والمجتمع والناس بقى عبره يتعلم ساعتها يذاكر. طب ممكن سؤال يا سيدات يا جمال هل بقى فعلا لما بيقع وكده بيتعلموا دلوقتي ولا في الحين شويه التنمر بقى واصحابهم بيروقوهم؟ لا في بقى الجروبات الولاد دلوقتي ده حاجه صعبه قوي بيشجعوا بعض على اللعب اكتر اللي هو فكك يعني يعني ان انت تبقى كول اكتر او جامد اكتر لو انت مثلا قاعد في اخر كل ما تبقى لوزر بقى الفصل. ولا باد بوي باد بوي شويه الحاجات دي يعني
ما اعرفش بحس ان الفير بريشر او الضغط بتاع الايمان بربي ونقصل القيم فيهم وان انت لازم تبقى انسان ناجح و و و وكل ده هنتكلم فيه ان شاء الله الاسبوع ده باذن الله. طيب الله. في كمان حاجه لازم ما نفوتهاش، يعني دور البرد المنتشر اللي من دول وناس كتيره جدا الحقيقه تعبانه، وزاره الصحه كمان قالت ان الدور اللي ماشي ده هو دور نزلات البرد والانفلونزا الموسميه، لان الناس بيختلط عليها ده كورونا ده برد. كمان الوزاره قالت ان نزلات البرد هيتم الشفاء منها وبيتم الشفاء منها خلال 3 ايام، زي ما شفنا كلنا الدور بيجي لك يومين ثلاثه وخلاص الحمد لله، من خلال تاخد شويه حاجات دافيه وحاجات سخنه. الراحه كمان مهمه جدا للانفلونزا الموسميه دي، واللي بتفضل على مدار 10 ايام من خلال ان احنا نعالج سخونه الجسم، لو في سخونه بنخفض الحراره شويه. وطبعا كان في تحذير يا ايمان من في الفتره دي من فكره البرد اللي متغير الجو كمان، واحنا مش عارفين صيف ولا شتاء. احنا يا جماعه الحراره بالليل هتوصل ل 15، كان السقعه جدا بس فكره بقى ايه الوصفات النهارده، حقنه البرد وكل وصفه مش عارفه ايه، مجموعه البرد اللي هي شويه اي شويه حبوب على بعضها ولا اقراص على بعضها، واصل جارتي جربتها ولا صاحبتي جربتها، مش كل حاجه على بقنا. ما ينفعش ما ينفعش ما يبقى ما نبقاش في مصر عندنا البصل والثوم والليمون والجوافه والفلفل والورقيات وكل الحاجات اللي فيها كمون واليانسون والمشروبات الجميله دي، ويعني المفروض ان دي وقايه وفي نفس الوقت الراحه وفي نفس الوقت المشروبات الدافيه. المساله سهله، ما فيش داعي ان احنا نجتهد ونجرب في صحتنا ولا نقلد في صحتنا. الصيدلي مش دكتور، ممكن يبقى في اطار بسيط لكن لما يجي لنا دكتور صيدلي ما هو دكتور صيدلي كويس صيدلي لكن يكون دكتور، لازم يكون دكتور لانه في ناس بتجتهد، واحنا ضد ده تماما طبعا. لازم ان احنا نسال دكتور او نسال حد متخصص، لان احنا الدور مش زي بعض واحنا مش زي بعض. ده حقيقي. اليوم كمان يا مها مش زي بعض، الصبح حر جدا، الارصاد الاسبوع ده كله الصبح حر كيو ساعات، ويا مثلا يوم الخميس هنوصل ل 35 الاسبوع ده بالنهار. بالليل مثلا النهارده عندنا درجه الحراره 12، بكره 10، بعده 11، بعدين 14. بالليل كله برد برد، يعني انت عندك الصبح صيف وبالليل شتاء. خلوا بالكم قبل الخروج بالليل لان الناس ما بتاخدش بالها، وكله مصيف ومخفف، معاكوا جاكيت معاكوا بلطو خفيف، لانه ما تضمنوش لحد نص خمسه. ده الارصاد قال انه لحد نص خمسه بالليلات كل بالليل برد، فخلوا بالكم وربنا يديكم الصحة يا رب، ان البرد صعب. خلينا نطلع فاصل ونبدأ اولى فقراتنا ان شاء الله بعد الفاصل. وحشتونا جدا جدا، ما تروحوش اي حتة. انت بجد بتحبني يا سيف؟ انا لو بيعاك ما كنتش استنيت 5 سنين، بس للصبر حدود، وانت مش عارف اصلا المركب هترجع امتى. خلاص كده عدنا العيب واسح. طب خلاص قلت يا سيف، هتحاسبني يا واد ولا ايه؟ الكلمتين دول يا صالح تضحك بيهم على عقل منى، بس انا لا. ولا بتفكري بقى في كدبه تانيه عشان تكدبيها عليا؟ يخرب بيتك، خطفه ده ايه؟ يا فاطمه في ايه؟ هو اللي ايه؟ الواد ده لازم يرجع لاهله يا ابن الانس. اسمعي بس يا فاطمه، وطي صوتك. زي ما شفنا كده نجمتنا النهارده عملت حاله في رمضان بثلاث ادوار، طلعت ترند ما شاء الله ما شاء الله اكتر من مره، اتعاملت مع نجاحها ببساطه، ولا همها ترند ولا همها كتر تداول اسمها على السوشيال ميديا، كل همها زي ما قالت ان ربنا رضاني. حكايتها مع التمثيل مركبه بالظبط زي ادوارها في مسلسل او دورها تحديدا في جعفر العمده. نجمتنا اعتزلت ورجعت وبكت وضحكت ووقعت وقامت، ويمكن ده اللي اداها خبره الاداء والقدره على الابتكار في ادوارها. يعني مش عايزه اتكلم كتير، ان يعني لبنى ونس اللي ظهر ظهور متميز جدا في رمضان اللي فات او اللي احنا الحالي. يعني اهلا بيكي يا لبنى. اهلا بيكي يا رحمه. مش عايزه اضيع الوقت، عايزين نتكلم معاكي كتير. يا رب يخليكي، يا رب يخليكي، تسلمي لي وتسلموا لي كلكم، كل سنه وانتم طيبين في كل وقت. وحضرتك طيبه. عايزه ابدا مع حضرتك على طول، انت عملتي 3 ادوار، الثلاثه اقوى من بعض، تحت الوصايا جعفر العمده والكتيبه 101. ايه كان اقرب دور ليكي؟ اكتر حاجه اثرت فيكي؟ بصي، هو 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 السؤال ده يعني ايه بيبقى صعب شويه، لان انا ما بعملش دور لو ما اثرش فيا وما تاثرتش بيه ما بعرفش اعمله. طب حتى بعد رد فعل الجمهور؟ طبعا هو جعفر العمده. ليه بقى؟ لان
يعني بما اننا على الهوا كده، انا بشكر استاذ محمد سامي لانه اهتمامه بيا واهتمامه بالممثل بشكل عام، مش بيا لوحدي، هو بيحب الممثل جدا. فالمخرج اللي بيحب الممثل بيطلع احلى ما فيه، فتحس ان شفتي الممثل ده قبل كده بس مع المخرج ده مختلف. طبعا ده نتيجه كمان بنحييه. نشكرك يعني استاذ محمد سامي، نشكرك بامانه يعني بامانه. كل ممثل كان دوره متفصل بالظبط يعني مش انا بس، لو يعني لو تابعتي المسلسل كامل هتلاقي ما فيش حاجه اسمها دور صغير ودور صحيح كبير، من أصغر كلهم ابطال من اصغر لاكبر بالظبط. وبالتالي محمد سامي من المخرجين القليلين اللي موجودين في الساحه اللي لما بتبقي معاهم بتبقي مطمنه على نفسك صحيح، وبتسمعي كلامه وانت مغمضه عينك. ايوه فانا عملت ده واجتهدت ودخلت روح الشخصيه بتاعت فاطمه، والحمد لله الحمد لله. اشتغلتي مع حضرتك البرنس وزلزال برضه؟ لا هو زلزال كان ابراهيم فخر. سوري كان ابراهيم فخر. لكن البرنس كان بالظبط ونفس المساله برضو في البرنس. أيوه. هتلاقي ام لبنى اللي هي كانت حماه محمد رمضان. أيوه. برضو مشاهدها كانت عاليه جدا. ايوه لما تحبي، لما المخرج بيحب الممثل صحيح بيفرش له مساحه يطلع كل طاقته فيها. أيوة. خصوصا بقى لما يبقى الممثل ده شاطر ومتمكن من ادواته ومذاكر كويس قوي قوي وحابب نفسه، عشان كده الجمهور بيحبه وبيصدق. الحمد لله ده فضل من ربنا. اولا انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا، طب انا كمشاهد عادي اما بتفرج على حضرتك في اي دور انت حابه نفسك وحابه ملامحك وتلقائيتك ببساطتك، انت مدرسه السهل الممتنع الحمد لله. فعشان كده كانت سهله ووصلت للناس الحمد لله ببساطه. وزعلانه قوي على الفتره اللي انت اعتزلت فيها، خساره. لا لكن انت قلتي انا في الفتره اللي اعتزلت فيها انا اهتميت بالتفصيل وطلعت فيه فني. ده حقيقي. ورجعتي تاني وما تكسفتيش، ده جزء من تلقائيتك وعفويتك. انت رحتي مكاتب كاستنج. الايد البطاله هي اللي تكسف. صح صحيح صحيح. ده الشباب الصغيرين بيستثقلوا ان هم يروحوا مكاتب كاستنج وحضرتك عملتي كده؟ مين ده؟ ده انا لفيت مكاتب الكاست بتاعت مصر كلها. دي مهنتي وانا بحبها، وانا ما احبش يبقى فضل لحد عليا غير فضل لله سبحانه وتعالى. فما حبيتش اطلب من حد مساعده، انا طلبتها من ربنا صحيح. ومشيت. وسع يا عبده وانا اسعى معاك. اديتي درس للشباب الصغيرين. طبعا ده الطبيعي، اتعبي وسعي وزرعي واستني زرعتك. ما فيش زرعه بتزرعيها بتطلع علومنا كمان فجأة. الفنانين بره في هوليوود اكبر الفنانين بيعملوا اوديشن ويعملوا طبعا. بصي طول ما انت ماشيه صح بما يرضي الله وبتجتهدي ارتاحي. حبيتي نفسك فالناس حبيتك، صدقتي نفسك صدقت نفسي فالناس صدقتني. انا اللي خرجته من قلبي دخل قلب الناس. طب من فاطمه بقى وجعفر العمده اللي تحت الوصايه. انا بسمع لبنى بصوت تاني، ام شكل تاني، مع نهى عبدين الجميله طبعا. طبعا طبعا النهاردة. طبعا كيميا بينا هايله. ازاي كنتي مختلفه كده وتون صوتك فكرني بالكبار قوي. ما بصي قوي وانت كبيره فعلا. يا ربي يخليك يا روحي. بصي هي الفكره في ان انت بتاخدي روح الشخصيه. فروح الشخصيه هو اللي بيفرض صوتها، مشيتها، كلامها، اتيتيودها، روح الشخصيه مش انت. وفي نفس الوقت لما بتذاكري الدور، ونرجع تاني للمخرج، لما يبقى معاكي مخرج مالك ادواته، فاهم بيعمل ايه، محمد شاكر خضير طبعا، محمد شاكر خضير طبعاً. ويبقى عنده دوزان لكل حاجه بتتعمل، فانت برضو عارفه كويس قوي ان انت بين ايدين قديمه مرتاحه في عين شايفاك صح، قوية بس متألمة عشان بنتها. هي الأم المصرية اللي نفسها تسعد بنتها بس مش على حساب عمرها ومن غير صريخ. مفيش صريخ. أنا بنتي عمرها بيضيع 5 سنين وبعدين تستنى قد إيه؟ أنا عايز أفرح وأنا مش هفضل عايشة لها. أم مصرية عادية طبيعية جدا، مست كل بيت جدا في مصر. أيوة طبعا. أي أم مننا لما ولادها بيتعرضوا لأزمة مفيش عنف، لان العنف بيبقى لان انت غلط، انت لو عنفتي هتبقي غلط. دائما ابدا اللي على حق بيبقى هادي صح عشان يعرف ياخد حقه. والعنف رد الفعل عنف لو في عنف. لكن هو مفيش عنف، البنت بتحبه. قلتي كلمه حلوه قوي، اللي على حق يعني كلمه فعلا حلوه، اللي على حق بيبقى دايما طبعا هادي هادي. خلي بالك دائما ابدا اللي بيشد ويتعصب جامد قوي ده بيبقى مش واثق في نفسه صح، يبقى قلقان عشان كده بيطلع العنف. انما انت طول ما انت واثقه في نفسك وعامله اللي عليكي بهدوء بقى خلاص، انت واثقه في نفسك صح، فبتطلعي كل حاجه بهدوء. ايوه ببساطه يعني بس.
طيب تعالي بقى ايه، انا عايزه انام منمايه كده بصراحه. يلا بينا. مش موجود معانا بس هنتكلم عليه وهو مش موجود. رمضان عدى ويلا ننم. وانا هتكلم بقى على رمضان نفسه، محمد رمضان. طبعا الفنان محمد رمضان لازم احييه على الكم النضوج والخبره اللي بيكتسبها الحقيقه من كل عمل بيدخله. وانت دخلتي معاه قبل كده البرنس وزلزال، والنهارده جعفر العمده. البرنس وجعفر العمده في فرق في محطات في نقلات نوعيه في اداء محمد رمضان. طبعا في اكيد اكيد اكيد. بصي محمد يعني هو الميزه اللي فيه ان هو بيستقبل ويتعلم وطيع جوه الاستوديو، يعني يسأل. جوه التصوير. هو دي اجمل حاجه فيها على فكره، وسعيد بالحواليه. انا حاسه ان هو كان في الفواصل بيضحك او مستمتع او بيعلق وبيستمتع يعني بيك. وانت زي ما اتكلمنا على النجوم كمخرجين نتكلم على النجوم صحيح. كممثلين في نجوم بيقلقوا من ان يبقى في ممثل قدامهم قوي او صح. يجذب الاضواء. ده كل الفريق قوي. محمد رمضان لا، ودي ثقه. بالعكس ثقه لانه واثق في نفسه. لانه عارف ان اللي قدامه لما يبقى عالي هو كمان عالي، فالدنيا هتعمل اما اللي لما بيقف قدامه ممثل، ونسمع كتير جدا دون ذكر اسامي يعني، ان بيتشال شغلهم في المونتاج، لا بيعيد المشهد تاني، في كتير كده. محمد رمضان مش كده، لا كل ما حد قدامه محمد رمضان المشهد لما بيبقى عالي اول واحد بيعلق ويقول برافو. لا، وكان في مشاهد بين حضرتك وبين محمد رمضان، يعني مشهد السفره لما كان سيف عزمه مثلا. انا عايزه اقول لك انا في المشهد ده بعد ما خلصوا قال لي عظيمه يا امي، عظيمه يا امي. كان الجمله حلوه قوي، حضرتك كنت رائعه. هو كمان كان فيه نضج غير عادي. ايوه، لانه بصي بصت عينه ما بين الشك. لا طب احنا عايزين انا اشوف مشهد. ده فظيع، ده كمان فظيع. عايزين نروح نشوف مشهد من جعفر العمده. بصي فكره ان هو انا الشخصيه دي ليه مركبه ومتعبه، ضميرها وجعها نفسها تقول له على ابوه، وفي نفس الوقت خايفه انه ياخده منها. طبعا ابنها ما عندهاش غيره، حتى لو بعد عنها يوم مش هتعرف تعيش. فكانت الام البديله اللي بتربي دي هي الام الحقيقيه، هي مش الام اللي بتربي مش اللي بتولد. تيجي نشوف بقى مشهد كده معانا من جعفر العمده ونرجع تاني. قرب وتغرب بروح، انا ظهر وعشان وهموت لو مني يروح، وده اصلا روح اللي من الدنيا طلع شفتي بقى. الله الله، بصي المخرج. كمان واداء مروه ناجي، انت بتصوري من قبل الغنوه تتحط وعيطيها. انا بس عايزه لا سمعها لي، الدموع دي لوحدها سمعها لي. انا شفت دموع في عينيكي علشان انا مش يعني انا شويه مختلفه شويه لما بمثل حاجه فيها احساس قوي ببقى مندمجه، ما بركزش في حاجه بصراحه، بركز غير في اللي انا بعمله. يعني من اول طبعا واضح يا فندم. فهو قال لي تعالي هسمعها لك في الاول علشان تبقي عارفه المود والكلام والاحساس، فسمعها لي قبل ما نبدا فعلا تصوير تحقيق. وبعدين هو مكلمني على المشهد ده كتير، مكلمني كتير قبليها. فالحمد لله والشكر لله. طيب انا اسفه كملي. لا لا خالص، الحمد لله والشكر لله. ان هو كنت عايز اقول لك بس هو ده حب المخرج للممثل طبعا، انه ما سابش فيا تفصيله، مصور ايدي مصور رجلي
مصور وشي، مصور عيني. رجلك مش شايلاكي انت ماشي. ما هو ده المخرج. صح، هو ده المخرج وبيسيبك براحتك. طيب. خالص بقى اني منتج. بقى ده المخرج بالظبط. طب يعني عايزه اسال حضرتك حاجه، مسكتي خيوط الشخصيه منين يعني، او ايه كانت مفاتيحها بالنسبه والله هي مفاتيحها كانت مع الاستاذ محمد لما كلمني عليها. لما عملنا بروفات ترابيزه. ايوه، ودي طبعا نادرا لما بتحصل. ما بيحصلش غالبا، ما بيحصلش بروفات ترابيزه بس لا استاذ محمد كان مصر وعملنا وحضرها. محمد رمضان طبعا حضرها يعني، حضر معانا بروفات ترابيزه. حتى لو هو الاستاذه هاله صدقي النجمه الجميله، صدقي صفصف احلى ام في الوجود، كل الناس بصراحه، كل الناس كل الناس يعني. المسلسل ده كان فيه بجد بجد ممثلين بجد حاجه يعني. والدور مش بكبره يعني ما فيش دور صغير ودور كبير، في ممثل كبير وممثل صغير. المشهد زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي بروفات الترابيزه. بروفات الترابيزه. كلمني على الشخصيه. ايوه، وهو عايز منها ايه ووجهه نظره ايه، وبعدين قال لي اقعدي اقري وذاكري وشوفي انت بقى ممكن تضيفي على اللي انا قلته ده ايه. ايوه، كلمني على الام المكلومه اللي هي قبل ما تبقى، هي مش ام، هي نفسها كانت تبقى ام. ايوه، نفسها كانت تبقى ام، وربنا ادها الولد اللي ربنا ما قدرش انها، واتجوزت مرتين وللاسف اللي معاها عاقبوها على انها ما بتخلفش مع انها مش ذنبها فاتطلقت. بصي كم تنمر المجتمع. بالظبط، بصي كم المشاكل اللي موجوده اللي في الشخصيه دي. فالتالت اللي توافق بيه رغم ان هو ماشي وبطال يلا زي بعض، هو ضل راجل في الاخر يجيب لها طفل ويسيبها. فيجي يقول لها انا حموته، فخلاص غريزه الامومه هنا تتحرك فتاخده، فتقابله بعد العمر ده كله. فتحس ان كل ده هيضيع منها. كل ده قالهولي قالهولي في واحنا قاعدين في بروفة الترابيزه. لا، الغضب اللي حضرتك لا وهو كمان بلال شامع. بعد هو كمان في ميزه حلوه قوي استاذ محمد، لان هو برده اللي كاتب. لما بنيجي نصور ويحس ان في حاجه محتاجه تتضاف او تتظبط، بيمسك ورقه وقلم قبل كل مشهد. ايوه، يظبط بما يتراءى ويتناسب. او حد قال جمله لطيفه بيكتبها على طول. بيكتبها عشان كده بقول لك يعني المخرج لما بيبقى حابب غير انك تروحي تأدي واجبك. هتجتهدي وهيطلع دورك حلو وتبقي تمام، بس مش هتبقي بالانفجار ده. والرائع في محمد سامي جو فيه الهام. الرائع في محمد سامي كمان ان هو كل مره بيشتغل حتى لو مع الكاست نفسه بتلاقي يعني جديد. دوره هنا غير دوره هنا، بتشوفيه بشكل جديد. وبيحب فعلا زي ما كنت بيحب الممثل جدا، ومذاكر كويس قوي كمان. بيجي قبل الممثل مذاكر اكتر من الممثل. صحيح يعني انا كان يبقى في حاجات مثلا ايه مش واخده بالي منها، فيجي جنب ودني. مش من المخرجين اللي هو خالص، ده بيجي لغايه عندي يقول لي لبنى احنا اتفقنا على كذا كذا، تقول له ايوه اوكي يديني برضو وقتي على ما بيروح اركز واقول. فده لبنى بصي انت ابهرتيني مرتين من دقائق بسيطه وانا قاعده عماله ببص لك. بس احنا كنا بنشوف المشهد هنا وانا كنت بتفرج على مشهد تاني هنا يا حبيبتي. انت عينيكي دمعت بالظبط كانك جوه المشهد ده. اشعر يا ايمان لما اشوف المشهد عيونها دمعت وكانها بتعيد المشهد تاني. فهل ده معناه ان كل مشهد بتعمليه بيبقى ليه جذور جواكي انت يمكن تكوني عشتيها شفتيها مع حد مش بالضروره تكون معاكي؟ هي لمعت تاني. بصي هقول لك على حاجه، هو في حاجات انا عشتها وفي حاجات شفتها، والواقع مليان طبعا. وبعدين انت بتعملي هيستوري حتى لو ما شفتيش، انت الهيستوري اللي بتعمليه يخليكي وانت بتكتبيه لانك صادقه فيه جدا بيمتلي يعني بيملا وجدانك بيه. بس انا من الممثلات اللي انا ما بعرفش اعمل شخصيه الا لما ابقى انا هي. يعني لو انا مش فاطمه مش هعرف اعملها. مش بس اللبس والجلابيه ولا لا، روحك جوه روحك والصوت وكل حاجه. فانا لغايه النهارده انا في الادوار اللي عملتها في رمضان هي مأثره فيا، انا ما خرجتش منها لغايه دلوقتي. انا في اجزاء منها بخرج يعني. مثلا امبارح على سبيل المثال، انا في حد كان من اصدقائي قالوا لي ما اتفرجناش على جعفر، هنتفرج عليه بعد رمضان. فعامله لي تعليق على الفيسبوك بالمشهد ده، فغصب عني سمعته. انا بجد اتقتلت، ما بقتش عارفه اسكت نفسي، رجعتني لنفس الحاله. أيوة. فبقيت عمال اقول لنفسي وبعدين يعني
ما خلاص يا في ايه؟ لا في ما تفوقي بقى من اللي جعفر العمده لتحت الوصايه للكتيبه 101 يا لبنى. كلمينا بقى عن ده. واحمد نادر جلال برضو مخرج مختلف وجميل بيطلع منك حاجه مختلفه. بصي هو 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 زي ما قلنا تحت الوصايه اتكلمنا على الام، الام المصريه اللي بتحب بنتها وعايزه سعادتها. هي مش عايزه على فكره، هي ما بتكرههوش يعني صالح، هي بتحب صالح. أيوة. بس مش هتحب اكتر من لما بنتها. تبقى عند بنتي مش لغايه قعدها جنبها زي ما صفصف قالت كده في جعفر العمده، انا جميله وزي الفل اللي يجي جنب ولادي اكله. أيوة. سوري الكتيبه 101 لما نجيلها يعني المخرج محمد سلامة عشان لا هو الكتيبه 101 ده برضو يعني من المشاهد اللي انا يعني لما بتجيني بفرح بتنطط. ليه بقى؟ انا بحب مشاهد الام. ومختلف في ايه هنا الام بقى؟ مختلف في ان عارفه ما بين فقدان فلذة الكبد واللي هو مهما حاولت توصل وعجب الجمهور مش هوصل واحد على مليار من احساس فقدان ام لابنها. عمري ما هوصل للحقيقه دي. فانا اجتهدت وحاولت ربنا ما يوريها لحد. وعندي يا رب يرحمه يا رب ويحسن اليه ابن اختي برضو كان ميت من كام شهر، قريب جدا من شهر رحمه الله عليه، شهر 2 شاب يعني. ف ف ف فقدام عيني قدام عيني شفت وغيرها وغيرها وغيرها. الموضوع صعب صعب قوي طبعا. فانك تسيبي نفسك لا يحتمل لا يحتمل طبعا. ومهما بقول لك انا نجحت في الدور ده عمري في حياتي ما حوصل لنسبه ترضيني، لاني انا شفت بعيني مهما عملت مهما عملت ومهما حاولت اجسد. الله يكون في عونهم، الله يصبر قلبهم، وعلى قد غلاوه اولادهم يزرع السكينه في قلوبهم. طبعا حاولت وربنا ده تحضير من جوه بقى الواحده. ما هو التحضير ربنا رابط على فؤادها ازاي بالظبط. انت التحضير بيبقى من جوه وبيبقى من الفرجه. لان مهما كنت عندك المخزون ثري فالواقع اثرى بكتير. طبعا حقيقي بكتير بكتير. ربنا سبحانه وتعالى حاطط براعة. حاطط حوالينا ام لم تلد وهي مش ام بيولوجيه في الجعفر وعامله ام ده. حقيقيه انت بتشوفي الواقع، لان الواقع غرفي منه على قد ما تقدري. هو ده الابداع، لان سبحان البديع. طيب استاذه لبنى عايزه اسال حضرتك اكتر يعني مش في كل مش في الثلاث اعمال دول بس لو مثلا اخترنا جعفر العمده لانه يعني كان دور مهم جدا جدا، اكبر دور ودور دسم زي ما بنقوله. اكتر المشاهد اللي كانت صعبه يعني مثلا ما بقتيش تعرفي يعني او عملت لها حساب قوي. مشهد السفره لانه ازاي هقابل ابوه وانا عارفه ان ابوه وقاعد جنب ابني وازاي ابعده عنه ازاي الفظه ازاي انا عايزه ابعده عنه باي شكل. أيوة. فده كان في لحظات مش بني ادمه يعني يعني هي مش بني ادمه هنا خالص. هي وحتى لو هي ام بس هي وحش جحده وحش ما حدش يقرب لابني. فده كان مشاعر مضطربه جدا جوايا. كان ومشهد القطر. طيب انا عايزه اسالك بعد الرجوع يا لبنى في حاجتين مهمين لازم اسالك عليهم، لان انت قعدتي اعتزلتي فتره ثم رجعتي، في متغيرات في ادوات جديده في الساحه بيتقاس على اساسها نجاح الفنان. فهما حاجتين، اول حاجه هل بتعتبري انه النجاح او الترند هو معيار للنجاح؟ الحاجه الثانيه انت ليه ما روحتيش مع التيار بتاع انك نغير في شكلنا يلا بينا نلعب في وشنا ونلعب في شعرنا ونلعب في تفاصيلنا؟ انت حافظتي على تفاصيلك وده جزء من الهويه بتاعتك واعتزازك بنفسك وحبك لنفسك وصدقك مع نفسك وصفائك الذهني. ده حكم الجمهور. فبتشوفي معيار النجاح ايه؟ وهل هتفضلي مكمله؟ لان دي في حد ذاتها مدرسه. بس حبيبتي هو معيار النجاح بالنسبه لي صدقي وايماني، ايماني بالله سبحانه وتعالى باللي بعمله. لان لكل مجتهد نصيب، ربنا ما بيضيعش تعب حد ابدا طبعا. فده ايماني هو اللي بيحركني سواء في شغلي او مع اولادي او في حياتي في اهلي. هو ده ايماني بالله وبتعليمه وبوعده. وعده حق. اسعى هسعى معاك، ازرع هتحصد، ما بضيعش تعب حد، هينجيني ان الله ينجي المؤمنين. انا مؤمنه بده تماما. حاجه ثانيه كمان برضو ايمان بالله. يعني احنا 8 بنات، الوحيده اللي تورث من والدتها
الجفون ده. والوحيده اللي طلعت ممثله. مفيش صدف عند الله سبحانه وتعالى طبعا. بس هو اختبارات اللي بيستقبلها ورسائل، واللي ما يستقبلهاش قناعات شخصيه. انا استقبلت الرساله دي بان ربنا عايزني كده، انا هنجح كده، لازم اقبل باللي ربنا مديهوني وابقى مبسوطه بيه جدا وفرحانه بيه وشايفه انه من المؤثرات لنجاحي، من اسباب نجاحي، تميزي. فلازم اشكر ربنا عليها واحافظها زي ما انا. طبعا انت ست قويه، ولكن بيبقى في احباطات وعديتي بيها، ما احناش ملايكه وعارفين رسائل ربنا وكل حاجه، بس بيبقى محتاجين حد. انت بتقومي نفسك؟ عايزه اقول لك انا بقابل كتير جدا جدا ومن اقرب الناس ليا بني شكلي مش عارفه ايه وما اعرفش شكلك ايه وما شكلك ايه الامر، بستقبل كل ده وافكر فيه شويه، والشيطان بقى ما احنا مش ملايكه طب ما نعمل، طب ما اجرب، وبعدين ارجع اقول استغفر الله لبنى اثبتي عشان انت صح، فبثبت. عندي مش ممثله بالصدفه، انت دارسه في معهد الفنون المسرحيه بالظبط كده، لا ودارسه تمثيل وقعدتي بقالك باع طويل يعني الحمد لله. انا عامله دبلومه كمان في التمثيل، لكن لما تلاقي نفسك ساعات سنين ما بتشتغليش مثلا وركزتي على اولادك، ده برغبتك طبعا عشان طبعا. زميلتنا الجميله ايه شعيب الحقيقه طبعا والحفيد رحيم خدوا منك برضو مجهود، خدوا مني مجهود، وهي ايه مش بنتي، ايه اختي وصديقتي وحبيبتي وعشره عمري والسند والظهر. البنت دايما، انت عندك ثلاث ولاد غير ايه بس والسند والظهر اللي طول عمري سند علي من وهي صغيره. يعني ايه هي اللي شالت اخواتها، ايه هي اللي ربت معايا اخواتها، ما شاء الله نحييها طبعا. يعني ربنا معاها يا رب ويسعدها يا رب، هي وكل اللي زيها وكل انسه او سيده فاهمه يعني ايه حب ربنا ليها لما يحطها في اختبارات ومسؤوليات وامتحانات فتخرج وربنا عوضهم بنجاحك. انا طلبت ايه بارك لها قبل ما بارك لك انت، يعني لاني فرحانه وعارفه قد ايه هم مقدرين المجهود والتضحيات اللي انت عملتيها أكيد. عشانهم الحقيقه اكيد الحمد لله. يعني انا الحمد لله انا سعيده بولادي والحمد لله، كلهم مواهب الحمد لله ما شاء الله مواهب. طيب عايزه اسال حضرتك حاجه، حضرتك عندك طاقه وانت بتتكلمي لسه عندك شغف قوي جدا وطاقه، وحضرتك بتجيدي ادوار الشر كمان جدا، اشمعنى بقى الموضوع ده؟ دايما بنسمع انت بتحبي الادوار دي. هقول لك، بصي، هو رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يعني هو من رحمه ربنا انك تعرفي قدرك وتعرفي امكانياتك. ايوه انا طيبه واضح. مش 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 شكر ولا لا، بس انا عارفه ان انا طيبه جدا ومسالمه جدا، وعمري ما اذي حد. يعني لو فكرت في ان انا اذي حد عشان اخد حقي ولا اذي نفسي واسيب حقي، لا، باذي نفسي واسيب حقي. خلاص تعودت على كده. بس جوايا انا مش ملاك، جوايا في غضب من حاجه، في غضب وفي طاقات سلبيه محتاجه تخرج. عشان كده بحب ادوار الشر، بخرج فيها الطاقه السلبيه اللي المفروض تخرج على البني ادمين وما بعرفش اخرجها، فبخرجها في التمثيل فبأتقنها لانها بتبقى حقيقيه. طب ايه دور نفسك لسه تعمليه؟ نفسي اعمله؟ يعني السؤال ده صعب قوي. انا حاسه ان ربنا كرمني بكل اللي انا نفسي فيه بصراحه. كوميدي، نفسي اعمل حاجه لايت كوميدي. يمكن كانت التجربه على مساحتها البسيطه في سوتس بالعربي السنه اللي فاتت. صحيح. جدة احمد داوود، بس في الاخر كانت يعني ما اشبعتنيش لسه. ما شافوش الجزء ده فيا. انا اول حاجه خدت عليها جايزه سنه 1980 في فنون جميله، خدت جايزه في مسرحيه كنت طالعه فيها بدور لايت، دور كوميدي. ما جربتوش تاني من ساعتها الحمد لله. لا ان شاء الله نشوفك حاجات قريب ان شاء الله تانية. حبيبتي يا منمن يا جميله يا قديره، يعني لبنى نورتينا انت. تسلموا لي كلكم والله بجد، وشكرا على وقتك نورتينا وامتعتينا، ومستنيين الجديد ان شاء الله. ميرسي ليكم بجد، الوقت الحلو بيمر بسرعه. ميرسي يا ستات يا امارات. ونطلع فاصل ونكمل فقراتنا ونجمتنا نهى عبدي. بنتي عايزة بيت
ولا عايزه عيال، انا مش عايزه غير صالح وبس. الفكره اللي جالنا في الساعتين دول قد يوميتي 3 مرات. ولو قد 100 مره قلت لك ما تروحيش يبقى ما تروحيش. انا عملت كده علشاننا يا صالح. انا ولا جايه تصالح ولا جايه تخان، انا جايه لك في حاجه اهم. ايه الاهم؟ وصلت لايه في موضوع المركب؟ قولي لي عينهم ليه؟ خدي الحلل دي بقى حطيها في المطبخ تطبخ فيها. خطيبي محرج عليا ان انا ما اشتغلش بره، وانا يا سيدي مستعده اعمل اي حاجه عشان تسامحني. نجمتنا اللي منورانا زي ما شفنا يعني بتعتذر كتير عن اعمال منها مذكرات زوج عشان كانت تفرغ لدورها في تحت الوصاية. شخصيتها في تحت الوصاية زي ما شفنا مختلفة جدا بأداء مبهر، أضافت ليها روح خاصة جدا عشان يطلع على الشاشة مختلف ومكتمل الأركان. ورغم نجاحاتها المدويه دي لكن حكايات ليها كتير جدا مع الاكتئاب وانها تفكر في الاعتزال. مش هطول عليكم، الجميله المتالقه نهى عبدين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، يعني منورانا يا سعداء بيكي جدا في رمضان الحقيقه. انا اللي اتشرفت بيكم النهارده. الله يخليك. خطوه عزيزه حبيبتي، ويعني بجد متالقه في الدور اللي عملتيه. انا عايزه استفسر استفسار رفيع، انت كان معروض عليكي مذكرات زوج وتحت الوصايه في نفس واحد. ثم انا عايزه اعرف بس الدور اللي كنتي مترشحه له في مذكرات زوج. خلاص اعتذرت فيعني ما طيب. فاخترتي لان انا هو اللي حصل ان انا مع انه يعني اقصد اقول انه في نجوم كتير ممكن يدخل دورين وثلاثه واربعه كمان في نفس السيزون مفيش مشكله. بيحصل بس لما يعني انا مش بعرف اضغط نفسي ان انا ممكن اطلع من اللوكيشن على اللوكيشن، مش بعرف اعمل الحركه دي. تحب تركز؟ بحب اركز. لو عرفت انسق انه ممكن يعني افصل ما بينهم، انما ما اعرفش مثلا في نفس اليوم اطلع من عمل على عمل. يعني اغراء جامد مع ياسر جلال، يعني بنحييه طبعا يعني مبروك على المسلسل ياسر، بس اغراء انك انت تسيبي دور مهم في مسلسل مهم كمان ايضا. انا بشوف ان انا لما اركز في حاجه يا حبيبي معلش انا بلخبط، انا طارق لطفي طبعا بنحييه طارق لطفي. شايفه ان انا لما اركز في حاجه واحده واركز فيها كويس قوي هتفيدني اكتر من ان انا اركز في حاجتين. طيب دخلتي، لو اتكلمنا بقى عن تحت الوصايا مسلسل كسر الدنيا، يعني مسلسل كان بيمس كل بيت او كل سيده مصريه في المجتمع ده. انت عملتي دور الكوافيره وعملتيه بشكل يعني زي ما بيقولوا بره الصندوق. بداتي خيوط مسك الشخصيه ازاي؟ بصي هي حاجات كتير بصراحه. انا قعدت مع استاذ محمد شاكر، يعني اتكلمنا في الشخصيه كويس قوي، واتكلمنا في ابعادها النفسيه، وقعدت مع الستايلست ريم العدل بوجه لها تحيه. ريم جميلة يعني جميله بنحييها طبعا، شاطره جدا طبعا. ومذاكرتي للدور فده اللي ساعدني، يعني الخيوط دي كلها. الكوافيره ليها تفاصيل اكيد، بعضها انت شفتيه بنفسك وبعضها انت حطيتيه للدور كتاتشات بتاعتك انت. ايه هي التفاصيل اللي انت تميزتي بيها في الدور ده تحديدا؟ لان الشغلانه دي فيها تفاصيل كتير. فعلا هي الشغلانه دي ليها تفاصيل كتير، وكمان اللي بيتحكم فيها المستوى اللي انا بشتغل فيه. ايوه يعني اكيد لو انا بشتغل في محل بسيط غير لما ابقى بشتغل في سبا او في بيوتي سنتر. كويس جدا. ايه بقى التفاصيل اللي انت اشتغلتي عليها او التيم اللي انت حطيتيها لنفسك؟ هي مش بروفيشنال في حاجه واحده، هي شغاله في محل، فالمحل ده هي ممكن تبقى بتعمل شعر، ممكن بتعمل ميك اب، ممكن بتعمل ضوافر. يعني بتعمل كذا حاجه، بتعمل كله. فكره ان هي تبقى برضو دي من التفاصيل اللي انا لاحظتها وشفتها. ساعات البنات بتبقى عشان مثلا اعتمادها الكامل المادي على المحل مش بيكفيها، فبتحاول تظبط مع الزباين، تشتغل بره المحل، تروح لهم البيت. تروح لهم البيت. فبيبقى ليها طريقه تعامل مع الزباين، وتبقى مثلا هي بتتكلم صوتها صالح كان رافض على طول. بالظبط، صوتها واطي، خايفه من صاحبه المحل. يعني دي حاجات كمان انا لاحظتها في الحياه، كنت بشوفها في الخباثه. تدي التليفون في الخباثه، ما ينفعش تدي، يعني ما ينفعش صاحبه المحل تعرف ان في تواصل ما بينها وما بين واللغه الزبونة. كمان اللي انت استخدمتيها في بعض الكلمات. بالظبط طبعا. كنت كمان مع دياب كابل كده حلو قوي، يعني بنحييه طبعا. دياب طبعاً. تألق على الغناء جداً. بالتمثيل يعني جداً. ازاي كانت الكيمياء بينكم؟ وبعدين انت ما بين الطيبه والغلب قوي، وساعات تبقي شديده في المواقف، عملتي ده ازاي؟
هو بصراحة أنا أول مرة أشتغل مع دياب وكنت سعيدة قوي قوي، لأن دياب فعلا مش بس يعني بيغني، لا أنا اكتشفت فيه أنه هو ممثل رهيب وفي حتة كوميديا رهيبة. يعني هو لو أخذ الفرصة دي هيبقى جبار. فكنت محظوظة أن أنا بشتغل معاه وساعدنا بعض كتير. دي حاجة. الحاجة التانية من الملاحظات برضو بتاعت أستاذ محمد أنه هو كان مراعي حتة مهمة قوي، عايزنا نطلع بني أدمين ولا ملايكة ولا شياطين. بالزبط. ففي مراحل طبيعية ممكن يبقى في قوة، يبقى في شك أن أنت شريرة، بس أنت ما أنت شريرة، ليكي مناطق طيبة زي النفس البشرية بتاعتنا، يعني كلنا عندنا دودة. فلكن عايز يطلع حد شرير قوي ولا يطلع حد طيب قوي، زي الأم كنا بنتكلم مع لبنى ونس دلوقتي أنها أم شديدة لما حست أن بنتها هتضيع، يعني تقعد تستنى الخطوبة دي طول العمر، لكن في نفس الوقت هي جميلة في الآخر، هي بني أدمة طبيعية. طيب إيه أصعب المشاهد يا نهى اللي انت عملتيها في رأيك؟ يعني كان تقيلة عليكي وحضرتي له، يعني قعدت تحضري ليه فترة؟ يعني أنا بصي قعدت أحضر له نفسيا. مشهد الجهاز وهو بيتكسر. ده كان نفسيا قعدت أحضر له. والمشهد الاخراني خالص، اخر مشهد في المسلسل، هي رايحه ومبسوطه وفرحانه ان هو ابتدى يعتمد على نفسه ويشيل موضوع المركب من دماغه وينزل يشتغل، وشايفه انه خلاص هيبتدوا مع بعض. وكل مره هو اللي بيتمسك بيها وهي اللي بتمشي. ففكره ان هي رايحه له وهو اللي مقرر يمشي، فدي كانت برضو بجهز لها نفسيا قوي. طب انا هرجع بيكي فلاش باك شويه صغيرين مش كتير. انت اشتغلتي في ونوس واشتغلتي في وهيب زاهي زركش مع الدكتور يحيى الفخراني. وده مدرسة في التمثيل طبعا، وأكيد استفدتي منه، ما حدش يفوت تجربة زي كده ما يستفدش منها. طلعتي بإيه من التجربة دي؟ وهل في حوار دار بينك وبينه بشكل مباشر، في نصايح معينة، في مفاتيح معينة اديها لك استفدتي بيها في حياتك الفنية بعد كده؟ أنا مجرد ما اشتغلت معي دكتور يحيى أول مرة في ونوس استفدت منه ان انا كنت بتفرج عليه، فتعلمت حاجات من الفرجة بس قبل الكلام. بعد كده لما قعدنا واتكلمنا مع بعض، لا اداني مفاتيح كتير قوي، والمفاتيح دي انا حافظت عليها وبستخدمها لغاية دلوقتي وفرقت معايا. فكرة ان انا ما افقدش الامل وما استعجلش وما اقبلش بالمتاح، وان انا ابقى في حاجة حطاها في دماغي وفي مكان انا رسمة لنفسي وما تنزلش عنه، يعني حتى لو الوقت اتأخر أو حصل ظروف. لأن الواحد لما بيساعد بيقبل بالمتاح أو بيبتدي طاطي أنه يبتدي يروح يعمل حاجات معينة، طريقه بيتغير تماما وبيلاقي نفسه راح حتة تانية خالص. ما هو بعيد عن التنازلات أو أن الواحد يطاطي زي ما أنت قلتي، طب ما في برضو فكرة تانية تقولك لا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ما هو أنا بحب اللي أنا بعمله، أن أنا مثلا أنا بحب نوعية أدوار معينة، بحب أقدم أعمال معينة، ما بحبش أبقى عاملة حاجة مش مرتاحة وأنا عاملها. إيه اللي ممكن تبقي مش مرتاحة له أو ترفضيه؟ دور ما بقاش مصدقة. حصلت قبل كده؟ لا الحمد لله. طب انت كنت في زاهي زركش كنت البنت الشقيه اللي بتلعب بالراجل الكبير ومش كده؟ يعني برضو بعيد عنك كنت تمسكي حاجه شخصيه ممكن ما تحبيهاش في الحياه، لكن بتلعبيها باتقان جدا. لا هو مش مساله احبها او ما احبهاش، انا مش يعني طبيعي ان انا كممثله اعمل ادوار بعيده عني تماما او حتى ضد مبادئي، ما فيش مشكله. بس في ادوار انا مش بصدقها، انا مش مصدقاها. يعني ممكن يكون الشخصيه دي مش قادره منك، بس ملتمسه لها اعذار في تصرفاتها وحبها جدا. انها متلونه وجديده عليك. طيب تحت الوصاية، لو رجعنا تاني لتحت الوصاية، تحت الوصاية أثر قوي في الناس جدا. في رأيك أو في رأيك أنت الشخصي، إيه الأسباب؟ الستات مظلومين وصعب قوي اللي بيحصل فيهم، يعني مش بس في حتة الوصاية والقضية اللي المسلسل مسلط الضوء عليها، لا في حاجات كتير قوي في المجتمع بصراحة. في المجتمعات العربية والمجتمع الشرقي الستات مظلومين جدا، فيعني كان جعل وجع. وخصوصا ان هم بيعملوا كل حاجة بوسعهم ان هم يقدروا يقدموها، وفي الاخر يعني حتى مش بياخدوا ابسط حقوقهم. فهو جعل وجع قوي. صحيح. طيب ايه المحطة اللي نهى عابدين تقدر تعتبرها كانت منصة انطلاق ليها، المحطة اللي انت عندها قلتي انا كده مسكت اول الطريق؟
عملين كانوا ورا بعض، ونوس وحلاوه الدنيا الاثنين ده، يعني انا عملت ونوس والسنه اللي بعديها حلاوه الدنيا، انا كده عرفت ان انا مسكت الطريق. يعني كنت عملت حاجات قبل كده صغيره وبسيطه، بس كنت لسه يعني ايه عارفه لما تبقي مسافره ولسه ما مسكتيش الطريق، لسه بتخرجي من البلد. هو ده اللي حصل معايا العملين دول ورا بعض، حسيت ان انا ايه خلاص المؤشر مسكت. اللي قريتيه وخلاكي قلتي كده؟ اولا مساحه الادوار كانت اكبر. الادوار كانت يعني كومبليكيتد، يعني الدور فيه حاجه اشتغل تبيني كممثله. يعني هو الموضوع برده مش مساحه، ما انا ممكن ابقى بعمل حاجه من الجلده للجلده ما فيهاش تمثيل، مش يعني ما فيش بصمه. فالدورين دول كانوا مساحه ومديني مساحه ان انا اعرف اطلع اللي عندي. نهى، انت بتشوفي مسلسلات ال15 حلقه ايه؟ يعني بتقريها كلها، بتجيلك كلها على بعضها، بتحسي انها سريعه الايقاع ولا بتشوفيها ازاي؟ انا مش ضد ولا مع 15 ولا 30 ولا 10. هو طالما الايقاع مشدود وطالما في ايقاع وطالما في احداث فمش فارقه معايا كام حلقه، لان في حاجات بتبقى 15 والايقاع مش قوي، وفي حاجات 30 والايقاع قوي جدا. فهو مش بعدد الحلقات، هو بان انا يعني قادر كمؤلف ان انا حافظ على شده الايقاع يعني طول العمل. يعني الورق ثم الورق، هو الورق طبعا اهم حاجه طبعا الورق. نهى، ما شاء الله عليكي، انت من نجاح لنجاح الحمد لله، ماشيه بخطوات مدروسه، وبحس ان انت مخططه عارفه عايزه تعملي ايه. رغم كده فكرتي في الاعتزال ليه بقى؟ بصي انا شخص ايه، بس عايزين صراحه. ايوه لا صراحه، يعني انا شخص حمول قوي قوي وعاطفيه قوي قوي، فلما بيبقى عندي تراكمات تراكمات تراكمات، وانا ده ما بيحصلش بسهوله، يعني فجاه ببقى اللي هو عايزه اختفي، مش عارفه اعمل اي حاجه غير ان انا اختفي. فطقت في دماغي ان انا عايزه اعتزل واسيبه. انا وقتها كنت بفكر ان انا هاجر كمان. بصي في نوها بعض حتى في ورش التمثيل ده موجود، ان هو يبتدي يتعامل مع الفنان من بدايته، انت اتنين مش واحد، واحد بيشتغل والتاني عمال يقيمه طول الوقت، فساعات بيحصل بينهم خناقه وفي وهو نفسه يدخل يفض الخناقه وهكذا. انت بتشوفي نفسك نهى عابدين ايه نقط قوتك وايه نقط ضعفك اللي انت محتاجه فعلا تشتغلي عليها؟ هو انا عارفه ان ده بيتقال في ورش التمثيل، بس الحقيقه وعلى ارض الواقع مش دي الحقيقه. في الاخر البني ادم حياته عباره عن دوائر، والدوائر دي متصله ببعضها، يعني حياتي الشخصيه، حياتي العمليه، حياتي مع اصحابي، يعني كل دي دوائر متصله ببعض. لو في دايره فيها خلل صدقيني هتاثر على الدايره الثانيه. شطاره الممثل انه يفصل، بيفصل قدام الكاميرا اثناء شغله في ان هو بيذاكر شخصيه، وانه يفصل بينه كبني ادم دلوقتي وبين الكاركتر اللي بيقدمه. بس في الاخر احنا بني ادمين، انا عندي جهاز عصبي واحد، عندي جهاز مشاعري واحد، ففي الاخر ممكن افصل للحظه او الوقت اللي انا في اللوكيشن فيه، بس مجرد ما هدخل يعني اخرج من اللوكيشن انا في الاخر بقعد مع نفسي تاني. طبعا عندي وجهه نظر انه التجارب دي والدوائر اللي بتقولي عليها هي اللي بتكون المخزون اللي عند الممثل. عشان كده شفنا نهى بعد تجارب وبعد فكره اعتزال واحتجاب وبعد وكذا واكتئاب وكذا، خرجتي بشخصيه ناضجه جدا. طبعا انا بشوف ده صح. ما شاء الله، يعني منوره في حته تانية خالص الحمد لله. انا فعلا برضو مع ان كل الحاجات اللي البني ادم بيمر بيها دي بتكون شخصيته الفنيه وبتقويه وبتعرفه مناطق ضعفه ومناطق قوته، يعني وبتعرفه على نفسه. يعني ساعات في ناس نتعرف على مناطق الضعف والقوه عند نهى عابدين. هي كل ده مزوغه من الاجابه، خد بالك وانا سايباها بحتة. ايوه لا ايوه انا خدنا ما خلصناش، هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع الجميله نهى عابدين. وتلحي دول دي فوق، حط عنا في الحمام، حطي الفوق دي في الحمام، حطيها في الحمام، حطي حاجة تستخدميها. طب اهدي اهدي، متعمليش في نفسك كده، الحاجات دي كلها هتتفرش في بيتك ان شاء الله، ربنا هيقابلك بالاحسن منه مليون مرة، وهينسيكي صالح ده كأنه معدش من عليكي اصلا. مش عارفه ازاي،
ما زلنا بنواصل حوارنا بعد ما شفنا المشهد الجميل ده مع الجميله نهى عابدين، يعني اللي بتبهرنا كل شويه بتالق ونضج. الحقيقه ايمان عندها اولا سنة. المشهد فيه القهره والقهره دي كتير من البنات والستات بتتعرض ليها في مرحله او في موقف في حياتها بتحصل كتير، وانت يمكن هنا اتقنتيها قوي طبعا كالعاده. بس بقى على الناحيه الثانيه على مدار المسلسل كان في بوستات لطيفه جدا من هاجر الابياري اللي هي زوجة محمد دياب اللي هو يا عم ما شفناكش مبسوط قوي كده في فرحنا زي ما انت مبسوط في الفرح، طب ما انت رومانسي قوي بالكلام ده ما بشوفوش في البيت ليه؟ انت طبعا كنت بتستقبلي البوستات دي ازاي؟ كنت بضحك جدا وهاجر دمها خفيف قوي، ممكن نشوفها لو معانا شربات يعني هما الاثنين دمهم خفيف قوي بنحييها طبعا. وكمل لنا على المشهد حقيقه زي ما قالت ايمان نقطة صعبة أنا مش هنساه، يعني الحب بقى والشوق والحاجات دي مهما حد قال لها أن التجربة دي سيئة وربنا هيعوضك خير منه، لكن هي مش قابلة الفكرة. يعني كلمينا عملتيها إزاي؟ يعني أنا حاولت يعني أصدق الحالة وأتعايش فيها، بس مثلا في الحياة بشوف أنه لا الحياة بتعدي نوع أقوى مرة. من كده مش مسألة قوة بس هي فعلا هي دي الحقيقة، انه يعني في اللحظة دي هي صادقة جدا وفعلا مش هتعرف تنساه وهي ده اللي شايفاه دلوقتي. أيوة. بس في الحياة لا مع بتعدي. الوقت بس بتعدي ب... ب... بتبقى بألم لا شديد. هو مش بس ألم، هي بيبقى درس وبيعلم يعني بيسيب كده علامة أكيد. صحيح. طب أنا هرجع مرة تانية وردودك على هاجر اللي الحياة كانت حديث السوشيال ميديا وجلوس كده، فاكره البوست ده؟ ايوه. لا هاجر شربات تقول لك يفضلوا ادعوا على صالح وانا مبسوطه انه ساب منى. شكر الله سعيك يا منى، قومي روحي مع ماما. انت مش هتتجوزي حد غيري، انا سمعت الكلمه ودخت. ايه اكتر تعليق على السوشيال ميديا اثر فيك يا نهى ركزتي معاه قوي؟ ان في كذا حد كان كاتب ان هي يعني عامله دور الكوافيره البسيطه بتفاصيله حلو، ده دي كانت فارقه معايا لان انا بركز بقى في الجانب ده، انا عامله ايه مش مظبوط في الكاركتر او ايه ما كانش في ايدي او ما كنتش عاملاه كويس، ده اللي بيفرق معايا. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو فرق معايا ان المشهد بتاع التكسير بتاع الجهاز بتاعها في ناس فرق معاها يعني اتاثروا بيه، فمعنى كده ان انا عرفت اوصله الحمد لله. صوتك اتجرح ساعتها؟ انا يعني قعدت عدتيه كتير يا نهى؟ ثلاث مرات بس عشان كانت الكراتين بتقع مني. يعني كتكنيك باين ان صوتك راح مني وصوتي حشرج خالص ده جميل يعني جاء مصلحه للمشهد. نهى انت اشتغلتي مع فنانين كبار كتير جدا الحمد لله، اكيد استفدتي منهم، مين بتستفدي منهم ازاي او مين فنان او فنانه تاثرتي بيها جدا؟ ومين كمان نفسك تشتغلي معاه؟ هو موضوع نفسي مين اشتغل معاه، انا اول حاجه بفكر فيها يعني لما باجي افكر انا نفسي اعمل ايه، انا نفسي اعمل دور مختلف حلو ويضيف لي واكون في عمل فني مهم، ده رقم واحد اما باجي اشوف الموضوع. رقم اتنين اكيد طبعا يا سلام لو العمل ده في حد انا بحبه ونفسي اكون معاه، يعني ده بقى حصل السنه دي في تحت الوصايه. انا كان نفسي اكون في عمل مهم، كان نفسي اكون موجوده في ورق مهم مع مخرج شاطر وبعمل دور جديد عليا، ونفسي اشتغل قدام منى زكي. يعني كان عمري استفدتي منها ايه بقى؟ ومنى السنه دي انطلقت، يعني طبعا هي ممثله قويه جدا جدا بس رهيبه وزي ما بتعرف تضحكنا قوي قوي بتعرف تعيطنا جدا بكينا قوي قوي صح. يعني هي صادقه قوي، استفدتي منها ايه؟ استفدت منها الالتزام، يعني انا الحمد لله ملتزمه، بس لما تبقى ممثله زي في بدايتي ولسه مش في نجوميه منى زكي، فانت بتقعدي تتفرجي تبقي عايزه تتعلمي عايزه تشوفي، فانا
ملتزمه جدا جدا، بتحترم المخرج ان هو مايسترو العمل مهما كانت نجوميتها، مش متسلطه ولا بتتحكم زي ما ساعات بنسمع، لا بتحترم رايه وبتسمع كل واحد ماكير كوافير ستايلست، فبتسيب نفسها ما بيهمهاش خالص شكلها، اهم حاجه عندها بتعمل الدور طبعا. وده انا بحب يعني بحب الممثلين والممثلات اللي بيبقوا بيفكروا في الدور، انا مش مهم انا عامل ازاي، انا ممكن ابقى زي القمر بره بس انا دلوقتي اهم حاجه عندي الدور، ودي ثقه وحب للمهنه والتزام بسيطه جدا جدا، يعني لما تقعدي معاها في بساطه وفيها حاجه حلوه قوي، لسه عندها شغف وما عندهاش تكلف كمان، لسه عندها شغف طبعا واثقه في امكانياتها وقدراتها، يعني انا مش انا منى زكي وخلاص انا بقيت نجمه، لسه عندها شغف، لسه بتدخل اللوكيشن بتبقى متوتره ومرعوبه و... لحظة. فده بيطمني ان هو ده صح، يعني طيب بصي عموما يا نهى الفنان بيبقى حساس بطبعه، وحتى لو هو دخل الفن وهو ما كانش عنده الحساسيه الزياده فمع الوقت بيكتسب الصفه دي صح، ومن كتر حساسيه الفنان بيتعرض لنوبات اكتئابيه عنيفه قولون عصبي وسريعه وانت تعرضتي لده، انت ما كنتيش بعيده عن ده لما دخلتي قوي في التمثيل، دخلتي الاكتئاب ازاي وعرفتي تخرجي منه ازاي وشايفه الشهره ازاي؟ اشكرك يا استاذه والله العظيم اتعلم منك تسكت وترجع تاني مش هتسيبها صحيح؟ قالت لك مش هسيبها ايوه عملتي ايه عشان تطلعي من الاكتئاب؟ عشان في ناس كتير عندها المشكله دي ما بتعرفش تحلها، قولي لنا بقى عشان ربنا ايه يرضيكي كده لا يعني انا سبت نفسي اخد وقتي ويعني وخبطت وعملت كل حاجه واعتزال وبفكر في هجره، يعني سبت نفسي جبت قاع زي ما بيقولوا بس في الاخر استسلمت، يعني سقوط حر؟ لا بس سبت نفسي اللي هو بيتقال عليها سيبي وقتك للحزن، احزني اغضبي، يعني ما تكبتيش ده او ما تقوليش انه لا ما ينفعش اعمل كده دلوقتي، مراحل بتعدي بيها لازم بالظبط، سبت نفسي اخد المرحله دي كامله بصراحة. وبعد كده أنا اكتشفتها في نفسي، يعني في ناس بتيجي لما حد بيتكلم معاها أو في ناس بتيجي يعني مفاتيحها من الخروج من الاكتئاب إن حد يتكلم معاها أو حد يقنعها، أنا شوية عنيدة، أنا اللي قعدت مع نفسي عزلة، أنا في حاجة فيا اكتشفتها، يعني التجربة بتاعت الاكتئاب دي خلتني اكتشف حاجة في نفسي، أنا ما بيحصليش عملية صعود أو تقدم أو تطور إلا ما أبقى في عزلة أما أقعد مع نفسي، والابداع بيولد من رحم القلب كمان، يعني في طبعًا الام في طبعًا وجع بيطلع ابداع طبعا اكيد. طب وقررتي زي ما ايمان بيقول طلعتي ازاي؟ انا لما قعدت مع نفسي يعني قررت ان انا دلوقتي انا بدمر نفسي، يعني انا بدمر نفسي بنفسي واللي بعمله ده ما ينفعش، فابتديت اقوم، يعني رحت للثيرابي طبعا ساعدني، جبت كتب برافو عليكي انك بتقولي كل الناس دلوقتي بتروح على فكره ده مهم، انا من وجهه نظري ده زي مثلا ما كل ست شهور او كل فتره انا بروح اعمل تنظيف اسنان احنا كبني ادمين بصرف النظر ممثله ولا لا، احنا كبني ادمين بنمشي في الحياه وبنتعرض لطاقات مختلفه والاحداث مختلفه وكبوات و فانا علشان افضل محافظه على نفسي واحافظ على ان انا تمام لازم اروح كل فتره اعمل زي تنظيف صيانه بالظبط عشان اعرف اكمل، انما هفضل ماشيه بكل الحاجات اللي انا فيها دي هقع في النص. نشكرك يا نهى، الوقت الحلو بيجري بسرعه. شكرا جدا نجمتنا نهى عابدين نورتنا، والف الف مبروك. الله يبارك فيك. في انتظار بقى حاجه مع عبد الرحيم كمال تاني بقى، اتمنى متالقه معاه ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليكي جدا جدا يا نهى، وبعد الفاصل نشوف محمود سعد ومطبخ الستات. دلوقتي فقرتنا مع شيف محمود سعد اللي وحشنا جدا 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 في رمضان والعيد. ازيك يا شيف محمود؟ انتوا اللي وحشتوني جدا جدا، بسلم عليكي طبعا وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في مطبخ الستات ما يعرفوش يكذبوا، واسلم على ايمان عز الدين اللي وحشتني جدا جدا بيومها الهادي والنادي ومها الصغير الجميله اللي وحشتني اكتر، بطلت تاكل من اكلك وهبه القواصيري طبعا في الايه؟
وهيبة القباصير دي عملت عليها. بس وكمان خست لما بطلت تاكل محمود شهر واربع ايام. الاكل الحلو بيتخن بقى، الاكل الحلو بيتخن. احنا عندنا النهارده مطبخ هندي، صح؟ هندي دجاج مسالة، ايوه، ورز هندي، ورز هندي بالخضار. هي الفكره كلها في التتبيله بتاعه المسالة، يعني عاملين فراخ تتشوي كده في الفرن اللطيفه ومش بتتخن على فكره. مع رز بالخضار ما شاء الله مبدع في الحته دي على الرز ده. وبعدين بقى ايه، نقول المقادير. نقول مقادير اول وصفه، يلا نقول مقادير اول وصفه. مقادير الفراخ محتاج، ممكن تبقى فرخه، ممكن تبقى حتت من الصدور فقط لا غير. بحتاج معلقه جنزبيل فريش او معلقه ثوم، مهم قوي، بيدوا طعم حلو قوي للفراخ دي، مع معلقه كركم ورشه ملح ومعلقه من البهارات، اي بهارات عندكم، ورشه شطه اختياري، والبابريكا بتدي لون حلو، وعلبه زبادي، يعني حوالي معلقتين كبار، معلقتين زيت، وعصرة ليمونة، وشوية كزبرة خضراء. أرجوك بلاش شطة كتير. بلاش خلاص، يبقى مش هنحط شطة. بلاش شطة غير قليل. أيوه. ماشي حلو كده؟ أنا عايزة أدوق. أصل أنت مش ده في هنا موضوع، ده بص غير قليل. ده بص الشطة دي. ماشي. دي شطة يعني خشنة زي بتاعت زمان دي. بس الشطة فعلا حسب كل بيت فعلا. بس الشطة دي بصوا اللون بتاعها، وهي متحمصة سليمة. متحمصة يعني تحسوا انها اتحمصت على القرون، الشطة اتحمصت على الصاج وبعدين اتطحنت. دي شطة حلوة قوي هندي، بس احنا عندنا الشطة الاسواني بتاعتنا جميلة جدا. برافو عليك، احلى شطة جبتها من اسوان، تحط تطحن وانت واقف. فعلا جميلة. ودي احلى شطة انت جبتها لي برضه، عشان هي اللي جايبه لي الشطة دي، وجايبه شوية بهارات هندي كده حلوة. احنا بنعمل الفراخ دي ازاي؟ انا بحط معلقة من البصل المبشور كده، ورشه من مش بصل كتير زي ما احنا لمسه صغيره جدا، ورشه طيب. فلفل اسود ورشه ملح على البصل. وبعدين اخد قطع الفراخ كده هنا، وممكن تبقى فرخه اربع ارباع، ممكن اربع قطع من الصدور، ممكن تبقى ثمانيه ثمانيه. بصوا بقى تمانية. معلقه كبيره من البابريكا بقى. بعدين كنت فاكره بسيبها سليمه، بتخليها كده. وبحط معلقه جنزبيل الله مفروم الفريش ده، ومعلقه ثوم مفروم. وخلينا ناخد لمسه صغيره من الشطه عشان خاطر مها. لمسه صغيره بس من الشطه الخشنه. طب ينفع؟ طب ينفع. ومن الشطه الناعمه برضه عشان خاطر حاجه مش حاجه دي لون حلو قوي كمان. الايه؟ البابريكا. البابريكا بتدي. انا عايز اسال، هو الموضوع فيه زبادي يا شيف محمود؟ فيه زبادي طبعا. ومعلقه من الكركم اهي، اي تتبيله. الزبادي لطيف قوي في اي تتبيله فراخ او لحمه عموما، بيخلي اللحمه دي حقيقه. ورشه البهارات قريبه قوي الجرم مسالة، بيت المسالة يعني التوابل. واحنا السبع بهارات قريبه قوي منها وريحتها حلوه، فممكن نستخدم شويه منها كمان. وحطينا ملح وعصير ليمون، الله، وكمان علبه الزبادي. بصوا بقى التتبيله الحلوه دي، لما نحط ايدينا كده ونبدا نقلب وندعكها كويس جدا جدا جدا، حتت الفراخ دي مع معلقتين من الزيت، يبقى التتبيله، يبقى التتبيله كالاتي. التتبيله زيت عادي، زيت ذره عادي. لو حابه تستخدمي زيت زيتون مفيش مشكله، بس بيفرق جدا جدا في الطعم. كويس. ببعت سلام على المخرج الجميل. يعني توابل. ايه بقى الفرق في الهندي ما بين التندوري مسالة والجرام مسالة والتيكا مسالة؟ طيب سؤال من واحدة متخصصة. سؤال من واحدة متخصصة. اولا يعني من التندوري شخصيا. التندوري هو الفرن وطريقة التسوية في الفرن بتاع التندوري. من نيو دلهي. كويس. والتتبيلة بتاعته والتتبيلة بتاعت التندوري بتبقى قريبه من انا كان وحشني قوي الستات، وحشني الحركات اللي بيعملوها والحاجات، وكان دايما بيجي لكم دايما. كنا بنطلع لايف كل يوم، وكانوا انا كنت مفتقد. طب حسيت بايه وانت لوحدك كده في المطبخ من غيرنا؟ راحه لا لا بهزر طبعا. لا كنت راحه. انا بس عايز اقول لكم ان كان كل شويه بيجي لي يعني مثلا تعليقات، مثلا الاقي مثلا تعليق مثلا يومك هادي ونادي، فافتكرك صدقيني والله. يجي لي مثلا تعليق مثلا تاني ان الستات وحشونا، منى عبد الغني وحشتنا، مها وحشتنا، هبه، يعني دايما كانت السلامات. ودايما كنا كل يوم احنا في مطبخ الستات. الستات مين؟ الستات اللي هم طبعا يعني احسن ستات واحسن برنامج. يعني انا الحقيقه دايما طول الوقت كنت مفتقدكم،
وروحكم الحلوه واسلوبكم الجميل. انا بس احنا استمتعنا بيكم والله يا محمد. انا كمان صدقوني مستمتع بيكم النهارده. بتسيبها بقى في التتبيله دي قد ايه؟ بسيبها في التتبيله اللي هقول عليها بابريكا وبهارات وجنزبيل مفروم وشويه ثوم وملح وفلفل وعصير ليمون ومعلقتين ثلاثه من الزيت. يا سلام. وسبع بهارات. وسبع بهارات دي لو ما لقيناش الجرام مساله. وفي مره من المرات مع رشه الشطه الصغيره عشان خاطر معها. وناخد القطع الحلوه دي نبدا نرصها وزيت في الاخر. مش لازم زيت زيتون. وكوبايه زيت وكوبايه زبادي وكوبايه زبادي ومعلقه زيت. خلاص اتعلمت منك ان انا ادخل الفراخ كده من غير اي حاجه خالص ولا غطا ولا حاجه تفضل تشوي في نفسها لما يعني تطلع لونها حلو. هي في الاخر انت لو سالتي نفسك هتلاقي ان فعلا الموضوع بتاع ان الفراخ تشوي في الشوايه طول ما هي محطوطه في فرن متوسط الحراره فهي هتنزل العصاره اللي فيها وهتستوي بالزبط. وهتبقى زي الفل. ماشي هاي باي لي معاها والستات وحشوني فعلا. طيب دار على بتقطع عليا وانا بعمل ناري نارين كده زي هشام عباس. انا بعمل كده وانت بتقطع عليا. ماشي يا عمي. ماشي. طيب بصوا بقى احنا هنجيب الحله دي هنا كده ونوطي النار هنا كده. ببعت سلام لعميري طبعا الجميل. هقول مقادير الرز بس بعد ما اقول لكم. بصوا الفراخ دي بناخدها يا سلام لو تفضل يوم في التتبيله من قبل بليله وندخلها الفرن واوريكم كمان شكل اللي في الفرن عامل ازاي. حاجه لما بتبات في الزبادي والتتبيله يعني الحلوه دي بتبقى روعه. الله والريحه بقى يا جماعه كمان. يا سلام يا سلام على شكل الفراخ. شكل الفراخ بقى تسيبوها كده تستوي على نار متوسطه لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. دي حلاوتها بقى وجمالها لما تتاكل مع شويه كزبره خضراء. بس في حاجه صفرا دي. ده ايه؟ كاري ولا كركم؟ ده كركم. كركم ده كركم. ناخد دي بديها لون حلو قوي مع البابريكا وكده. بيدي لون حلو جدا جدا. مفيد جدا دي. طلع الصينيه دي. كركم مفيد جدا. خليها هنا بس اوعي تلمسي الصينيه عشان خلي بالك الصينيه ممكن تلسعك. ها لا ما تخافش انا اهو هبعد. وناخد دي كده هنا. وتعالوا نقول مقادير الرز. مقادير هي بتقعد وقت في الفرن على فكره حوالي ساعه. نار درجه حراره الفرن متوسطه يعني حوالي 170. ولا حاطين عليها حاجه ولا اللون. بص اللون بقى وهي طفة. الكاميرا بتجيب اللون كده وتلاقي الكزبره الخضراء اتحطت كده. انتوا فين؟ اهو ده. ايوه شويه الكزبره الخضراء مع التتبل بس تاخد الريحه بتاعت تاخد الريحه بتاعت الفراخ هتطلع حلوه قوي. وريحه الرز اللي انت هتقول لنا مقاديره دلوقتي تحفه. يلا نقول مقاديره. يلا بقى نقول مقاديره. هتنزل على الشاشه حالا. بستخدم حوالي نص كيلو من الرز البسمتي وكوبايه من البسله على الجزر وشويه من التوابل برضو اللي مستخدمه. معلقه بصل، الجنزبيل، معلقه كركم، معلقه ثوم مفروم، شويه كزبره خضراء وملح وفلفل وكوبايه زبادي من نفس من نفس اللي الفصيله المقادير بتاعه الفراخ. والرز البسمتي ده لازم ننقعه يا محمود ولا إيه؟ والله انا بغسل الرز الذهبي ده بيتغسل غسله. ولو مش هغسله مش هنقعه ممكن استخدمه مباشره. ولكن بزود الرز البسمتي الذهبي بزود له سنه الميه شويه وعمره ما هيعجن. هنشوف شكله دلوقتي. كوبايه بكوبايتين على طول صح كده. نحط معلقتين زيت والمخرج الجميل كان وحشني. يعني ازاي انا سامعاك يعني. شويه كلنا سامعينه على فكره. ناخد معلقه خشب احسن. سامعك. ماشي ناخد معلقه خشب. فين المعلقه الخشب؟ انت عارف ايه اللي بيخوف الست يا شيف محمود من موضوع ان الفراخ او اللحمه او الكفته تتحط مباشره في الفرن من غير ما تتغطى؟ بتخاف تنشف. ايوه درجة حرارة الفرن. بتقول ان الزبادي بيخفف شويه. هو الزبادي بيطري الموضوع. أيوة. شويه بيطري الانسجه بتاعه الفراخ شويه. ولما ولكن بتستوي للاخر. يعني ولكن هي الفكره كلها ان الفراخ انسجه الفراخ مع التتبيله مع الزيت مع عصير الليمون مع الزبادي في عصاره حلوه. ساعات بس مش طبعا في المصاله. ساعات بتتبلها بيبقى بعسل كمان. ممكن نحط معلقه عسل. بتفرق جدا. بتفرق جدا. هيبقى مطبخ تاني بقى خالص اللي فيها العسل. لو حطينا عسل يعني شويه. هم انا بحب احط العسل ساعات على تتبيله الفراخ. انا كمان. بتدي طعم حلو. ولكن في الحاجات الايجن الحاجات الاسيوي قوي مش الهندي برضو الياباني ممكن او الياباني او لو حتى مشوي لوحدها بتاكلها مع سلطه بتبقى حلوه عشان بتبقى جوسي كده جدا يعني جدا. ايوه طريه. بص انا بحط بصلايه هنا وبحط كمان الثوم مع الجنزبيل. واول ما الروائح الحلوه تبدا تطلع على طول على طول انا ما بسويهاش تسويه كامله. ماشي ما تقولوش انا هحط هنا ايه. ماشي
مش هنقول هذا المقدار مش هنقوله. حط شويه كركم. شطه يا مها. طب الناس كده عندها فضول يا شيخ. ولمسه صغيره. اه شويه شطه. 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 نعمل زيك كده حاجه صغيره خالص تدي طعم للاكل. ومجرد ان احنا شوحنا، بصوا انا اقول لكم على مفاجاه بقى. انا حاطط قد كميه الرز بسله بالجزر، ماشي؟ نحط كده وندي تقليبه حلوه والروائح الحلوه تبدا تطلع. بالتوقيت ده تحطوا معلقه كزبره خضراء، وشايفين كوبايه زبادي كامله وشويه ملح. زبادي في الرز دي جديده قوي علينا. زبادي في الرز دي بتطلع حلوه جدا. شويه ملح ولمسه من الفلفل. وفي هنا معلقه شوحت بصل وتوم ولا بصل بس؟ بصل بس. وتوم وجنزبيل مع معلقه زيت. تقريبا نفس المكونات بتاعتك. نفس المكونات، بصل وتوم وجنزبيل. حطينا البسله بالجزر وحطينا الكزبره الخضراء والروائح الحلوه. كده طبق رز للنباتيين تحفه من غير لحوم ولا حاجه، يجنن. ده موضوع كبير قوي. خضار ورز وبصل. حطي بقى الميه وتخلي الخليط الحلو ده ياخد غلو. انا عايزك تشمي الريحه دي وتنقلي الصوره وتنقلي الريحه الحلوه دي لكل اللي بيتفرجوا من على هذا البعد. واحنا شمناها يا تحفه. الموضوع كزبره خضراء. كزبره خضراء، سر من اسرار الوصفه دي كزبره خضراء. وبعدين نحط الرز وندي تقليبه كده. اهو الرز البسمتي ده اللي عمره ما يقل مع واحده ست ابدا، بيستر على طول. لا يعجن ولا المية. مش عارفه يجرى له ايه. الذهبي منين ما تدي له ميه هيشرب وهو ساكت. اه يا ايمان، الذهبي مش الابيض. لان الفرق ما بين الذهبي بيكون اقسى شويه، اقوى شويه من الابيض. الابيض شويه التعامل معاه بيكون صعب. نتعامل مع الابيض ازاي؟ خليكوا كاشفين الحله وسيبوه يغلي. واول ما تلاقوا ان الميه اختفت وطوا النار وغطوا على الرز الابيض. برضه هيبقى في ميه جوه. دي نصيحه مهمه جدا. الرز العاديه. بصي بقى هنا ما نغطيش الا بعد ما يشرب الميه. بالظبط تماما. بصي الشكل هنا بقى، شكل حبات الرز والخضار طلع على الوش، وريحه الكزبره الخضراء مع الزبادي. موضوع كبير قوي. وشويه رز بالخضار بالتوابل الحلوه والجنزبيل الفريش والثوم الفريش عاملين موضوع كبير قوي. ناخد كده هنا في البوله دي. عايزينك بقى الاسبوع ده تعمل لنا سمك، وحشنا بقى في رمضان السمك. انا عملت سمك حلو قوي اخر يومين في رمضان. بس لا، اليومين الجايين نعمل سمك. امبارح حاولت اعمل السمك البلطي المخلي ده الفيليه بالطريقه اللي انت قلت عليها، يعني صياديه. يعني حمرته وبعدين عملت له صلصه وتوم وكده. ايوه اوكي. وجنبه بقى الجاسمين رايز اللي هو الرز او اي رز ابيض يعني. وطمنيني طعمه طلع ايه؟ حلو قوي، بس مش زي ما انت عملته. عملت له الصلصه الحلوه. عايزك تغششني تاني بقى. لا انا عامله يعني بعد ما حمرته والصفه خالص حطيته في صلصه معموله بالثوم. لا ده انا عامله مخصوص تاني، ده بصلصه معموله بالثوم ومعموله بالبصله وكان فيها كمون وشويه عصير ليمون وحركات حلوه. وليمون برضو في الصلصه. وليمون عصير ليمون مهم قوي. السمك البلطي بيحب الليمون جدا. نعمل ده كده، ناخد الطبق الحلو ده. انت كنت حاطط عسل تقريبا على ولا حاجه ولا ايه؟ على السمك؟ لا، كان في حاجه مخليه الرز الابيض طعمه جميل مع السمك. الرز الابيض مع السمك ده يعني. خلينا نعمل بقى شويه رز ابيض. انا هفتكر كان لا لا لا, لا إيه؟ هقول لك العسل ايه ده. انت حمرت جزر صغير بالجنزبيل والعسل. ايوه عملت اليوم ده فعلا كنا عملنا، فده اللي خلاه. حطينا شويه عصير برتقان. شفت خدنا أنا الجزر زي. حطينا شويه عصير برتقان وجزر مع الجزر، وقعدت تكرمله كده شويه عصير برتقان وشويه جنزبيل ومعلقتين عسل. شفت بقى، وده تكرمل وتقدم. بصوا بقى طبق الرز. لا ده لا انت لازم تفكرنا تاني بالكلام ده. لازم لو سمحت. احنا نسينا كل الكلام. لما افتكر احنا ما بناكلش. انا ما بنساش حاجه انت بتعملها يا محمود. انت بتحبي الحاجات الحلوه. لما عزمت اهلي في رمضان قعدوا يقولوا لا ده محمود عامل شغل معاكي جامد. حطيتلي شطه على الوش. لمسه صغيره بس تديني شكل. ماشي تديني شكل. لا ده انت لا ماشي. هنديكي من شويه من الجنب دول. ماشي الله. حطيت شط على الوش. بصوا بقى الفراخ ده جوه وتحت وفوق. ايه الاطباق الجديده؟ انت جبت اطباق واحنا في رمضان. لا ده انا بضعت وانت جبنا انتاج سخي حصل في رمضان. جبنا شويه حاجات حلوه. ايوه كويس. حلو الطبق الازرق ده. بس كلنا في الطبق الحلو ده نحط كده شويه من الكزبره الخضراء، بتفرق جدا جدا في
في التقديم، شويه ورق الكزبره الخضراء دول مع الفراخ المشويه زي عندنا كده ما بنيجي ناكل كباب وكفته نقوم رشين رشه بقدونس هناك. لا غنى عن حاطه كزبره في الرز برده، فمتناسقين مع بعض جدا جدا. وطعم الكزبره مع الفراخ المساله دي بتفرق جدا. ويا سلام لو حبيتي كست بيت انك تعملي شويه سلطه زبادي صغيرين جنب الطبق الحلو ده، موضوع سهل جدا. بس الزبادي بقى بالنعناع عشان يبقى هندي بجد. ايوه عايزه تاخدي الوصفه دلوقتي؟ انت مره عملت لنا الهون عشان تطري على الناس بعد الاكل في الهون الايه الابيض اللي بالزبادي برضو والمايونيز او حاجه ماسترد. لا مها انت عارفه الدريسنج الابيض اسمه ايه؟ هاني ماسترد رانش. رانش يمشي معاه صح؟ يمشي معاه اي صوص ابيض يمشي. بس انا عايز اقول الصوص الهندي اللي يمشي معاه كل، مفيش بيت مصري مفيهوش هون. كويس. فبتقطفي شويه ورق كزبره خضراء من غير العيدان وتجيبي فص ثوم تحطيه في الهون مع حته جنزبيل طازه برده صغار شريحه صغيره في الهون ورشه ملح صغيره ويتفرموا كويس جدا بايد الهون. بصل وحته جنزبيل صغيره وفص ثوم كزبره خضراء خلاص. وبعدين بقى شويه اوراق كزبره وشويه اوراق النعناع نفس الكميتين. وبعد ما الخليط بعد ما الثوم يتهرس كويس جدا مع حته الجنزبيل نحط الاوراق الخضراء وبنهرس الكلام ده بايد الهون لحد بيبقى معجون اخضر. في التوقيت ده في نفس الهون تقومي حاطه علبتين زبادي ومقلبه، فجاه تلاقي الزبادي ده تحول للون الاخضر مع النعناع. لو قرنب مع النعناع والكزبره الخضراء فده يتقدم جنب الطبق الحلو ده هيبقى حلو جدا. يبقى المقادير بتاعت الوصفه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي عباره عن ايه؟ كوبايه زبادي، معلقه ثوم مفرومه، معلقه جنزبيل مفرومه، وعصير ثلاث ليمونات، معلقه بهارات، ورشه من الكركم، ورشه من البابريكا يعني معلقه صغيره، والشطه اختياري مع ملح وفلفل اختياري. وبتتقلب كويس جدا بعد كل ده. بعد كل ده اختياري. انا ما خسرتش كده هاكله شطه يعني هاكله بشطه النهارده ويطلع معانا الطبق بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. اما الرز ايوه قدمها لمحمود. اتفضل يا فندم. اتفضل يا محمود. اما الرز طبعا بنشوح البصلاية مع فص ثوم مفروم مع حتة جنزبيل مع معلقتين زيت، وأول ما يتشوحوا كده وريحتهم تبدأ تطلع نحط البسلة بالجزر مع شوية كركم وشوية من البهارات مع رشة صغيرة من الكاري لو موجود، ولمسة الشطة اختياري. ماشي لمسة الشطة اللي أنا حطيتها إجباري على كل الوصفة عشان كزبرة خضراء وعلبة شوية كزبرة خضراء وعلبة من الزبادي. محضر لنا إيه بكرة؟ بنرتب اهو. احتمال اعمل بكره كوسه باللبن. الله كوسه محشيه باللبن اللي هو اللبن. اي كوسه اي كوسه محشيه بالزبادي واعمل جنبيها سلطه كمان حلوه. وطبعا فيها نعناع ناشف. فيها نعناع ناشف واخضر. اصل انا كمان الصوص الزبادي ده ليا خلطه كده انا يعني، هو بيتعمل في سوريا بطريقه وبيتعمل في تركيا بطريقه وبيتعمل في لبنان بطريقه وبيتعمل في الاردن بطريقه. فانا ليا طريقه وليا طشه كده احب ان انا اوريها لكم بكره عشان هتعجبكم جدا مع الكوسه او مع الكبه او مع قطع اللحمه هتعجبكم. سيبك انت تعجبنا يا مصيبه انت مشرفنا ورافع راسنا. انت حبيبه بيتنا كلنا والله العظيم. روحك طاغيه في كل حته بتروح فيها. انتوا الجمال. انا حلو بالستات الحلوين وبالبرنامج الحلو ومحطه سي بي سي الجميله. حبيبي محمود ميرسي مها ميرسي يا ايمان وحشتنا هبه ان شاء الله تكون معانا يوم الاثنين قريب ان شاء الله. ان شاء الله قريب ونشوفك على خير ان شاء الله. بكره في انتظار الكوسه اللبنيه. لبنيه باللبن. ماشي كوسه باللبن. ماشي ان شاء الله اشوفك على خير واستاذ نعفوش يكذبوا باذن الله باذن الله.